صباح على حضراتكم، صباح الخير والامل وعشا الصبح في الاهلي وحلقه جديده بدايه الاسبوع، ومعانا اكيد اخبار كثيره جدا تهم حضراتكم واخر كمان الاخبار الخاصه بالفريق الاول والصفقات وغيره. صباح الهنا على حضراتكم. صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليك يا نهاوند، صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. يوم جديد يا رب يكون يوم سعيد علينا كلنا ان شاء الله، وان كان اكيد برضه هيعكر شيء من صفو الجو الحر، ربنا يهون ويعدي بقى الفتره دي على خير. صباح الفل عليكم. زي ما نهاوند بتقول احنا بالفعل عندنا اخبار كثيره ومجموعه من المستجدات كمان عايزين نعرفها حضراتكم وندردش معاكم بخصوصها. وطبعا كالعاده في الساعه الثانيه من حلقتنا هيكون عندنا فقرتين حواريتين، الفقره الاولى هينورنا فيها الاستاذ احمد رشاد الناقد الرياضي، واللي هنفصص معاه كل الانجازات اللي اتحققت في الفتره الاخيره على مستوى الرياضات المختلفه، دي الفقره الاولى. الفقره الثانيه كره قدم بشكل بحت، هنتكلم فيها مع الاستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي، وناخد وندي معاه فيما يتعلق بصفه خاصه اكيد بالنادي الاهلي، فتابعونا ان شاء الله تجدوا ما يسركم. بص يا كريم، عندنا كمان كلام كتير جدا ومحتاجين ان احنا نعلق طبعا على المباراه، وخلينا نقول ان احنا الحمد لله ختمنا موسم الدوري بالتتويج طبعا باللقب 43 يعني، وخلينا نقول برده ماتش كان يوم الاربعاء بس يعني اللي فات طبعا، بس هي قلنا الكلام ده برضو قبل يا كريم المباراة لو انت فاكر، قلنا ان هي هتبقى مهمة، كانت يعني مش سهلة امام المصري، ما كانتش يعني حاجة تعدي او حاجة سهلة، لا كان برضو ماتش قوي جدا. على كل حال احنا كنا بنلعب بكل يعني الطاقة بتاعتنا، حتى لو قلنا ما كناش بنلعب بالاساسيين بتوعنا، لكن كان ماتش قوي، وكنا قايلين برضو ان احنا هيبقى فيه يعني زي ما اتقال كده استعداد بشكل مختلف، لان مش معنى ان انت حتى الخساره اللي كانت او النتيجه اللي كانت امام بيراميدز، ومش برضو مع فكره ان انت دلوقتي حسمت الدوري ان انت خلاص تحس ان دي تحصيل حاصل ونلعب باي شكل من الاشكال، لا. على كل حال كان طبعا الاهلي كان مركز بشكل كبير، وان شاء الله اللي جاي، لان انت عندك برضو يا كريم ماتش مهم جدا، فنتمنى ان شاء الله التوفيق في اللي جاي، لكن انا مش عايزه ان احنا نزعل على اي نتيجه يا كريم، لان انت مقدم موسم محترم بشكل كبير جدا. بس هي نرجع ونقول ايه، كعاده جماهير النادي الاهلي لا ترضى سوى بالفوز، حتى لو البطوله حتى والدرع معاك درعها اتحسب قبلها باسبوعين مثلا، بس لا يعني ايه نتعادل بتاعين نخسر يعني جماهير النادي الاهلي. وطبعا ده حق مشروع، لان اكيد جماهير اي فريق في الدنيا بتبقى دايما حابه تشوفه في احسن حالاته، لكن احنا بشكل عام اكيد كلنا مبسوطين ومرضيين تماما بعوده درع الدوري لمقره الطبيعي ومقره الدائم في دولاب بطولات النادي الاهلي، فطبعا دي في حد ذاتها اكيد حاجه تبسطنا كلنا. طبعا كان في كمان مجموعه من نقدر نقول عليها ايه المكاسب من الماتشات اللي فاتت، خصوصا فيما يتعلق بالتبديلات المستمره اللي كان بيعملها دايما كولر، ويمكن ما تفاجئناش بمستوى عناصر الشباب والناشئين، لكن يعني لان كلهم الحقيقه كانوا بيتبادلوا الادوار وكانوا دايما بيبقوا متواجدين بشكل او باخر في المباريات على مدار الموسم بشكل عام. كلمة حق لازم تتقال، معظمهم عناصر مميزة فعلا، لكن أكيد محتاجين يبذلوا مجهود كبير عشان يقدروا يحجزوا لنفسهم مكان في الفريق الأول بعد كده، عشان كده لازم الكل يتعامل بمنتهى الجدية مع كل المباريات، لأن أي لاعب بينزل ماتش بيمثل نادي كبير زي النادي الأهلي بيشجعه الملايين في كل مكان، الملايين دول مش مستنيين غير حاجة واحدة، مستنيين يشوفوا من اللاعب ده أفضل ما عنده لإسعاد الجماهير، والأهم كمان من إسعاد الجماهير عشان حتى يبقى فيه منطق حاضر ومتحقق، فكرة إن لاعب لابس تيشيرت النادي الأهلي ما ينفعش يبقى اللاعب ده مشكوك في جودة لعبه، ده لابس تيشيرت النادي الأهلي معناها إنه جاهز وكفء في أي زمان وفي أي مكان، وده اللي إحنا مستنينه من الجيل الجديد إن شاء الله من لعيبة النادي الأهلي. كلام محترم جدا، وبمناسبه الكلام كمان عن اللعيبه، خليني اقول لحضراتكم الناس كلها طبعا كانت منتظره الجديد في هذا الملف. هو النادي الاهلي ودع طبعا اللاعب شادي حسين مهاجم الفريق، وكمان علي لطفي حارس المرمى، وهم انتقلوا مفروض لنادي زاد الصاعد حديثا زي ما احنا عارفين للدوري الممتاز. نتمنى لهم كل التوفيق. على كل حال زي ما احنا بنقول اسماء كتيره جدا بتكون مع النادي الاهلي او اسمها بيكون يعني مدرك مع النادي الاهلي، لكن لما العلاقه بتنتهي في الملاعب برضو العلاقة بتستمر حتى الإنسانية طبعا بعد ذلك، فأكيد النادي الأهلي في الأول في الآخر يتمنى التوفيق لكل اللعيبة اللي هي كانت يعني منتمية لي، كل التوفيق ليهم. وكمان في فيديو كان معمول يعني خاص كده أو على هامش التدريبات، كان معمول زي حفلة كده لعلي لطفي، حفلة وداع، خلينا نتابع. بصراحة كريم، علي لطفي من اللعيبة اللي أنا شخصيا بحبهم فعلا في النادي الأهلي، قضى 6 سنوات مع النادي الأهلي كلهم نجاح أعتقد بشكل كبير جدا، حتى هو كان ليه تصريح اتكلم فيه إن هو قضى 6 سنوات وكان يتمنى إن هم يبقوا 30، ولكن هي الظروف اللي أوقات بتغير الخطط اللي الإنسان بيكون ممكن راسمها لحياته، وربما بتكون يعني إن شاء الله كمان للأفضل. نتمنى ليه على فكرة كل التوفيق. يعني علي لطفي عمل تاريخ كتير جدا مع النادي الأهلي، مش معنى إن هو كان حتى مش الحارس
حارس المرمى الاساسي للنادي الاهلي ان هو لما اخذ الفرص ما حققش نفسه ما اثبتش نفسه، بالعكس كلنا عارفين علي لطفي قدراته ان هي كبيره جدا، ولو ما كانش بالمناسبه قدرات علي لطفي بهذا الشكل ما كانش نادي زاد برده يعني كان حابب ان هو ينضم لصفوفه، لان خلي بالك برده نادي زاد دلوقتي في مرحله انتقاليه كبيره جدا، بيحاول ان هو يدور على افضل اللعيبه، وفكره ان هو كمان يبقى حاصل على اكتر من صفقه من النادي الاهلي فهو اكيد كمان نفسه ان هو يكون متواجد بشكل قوي على الساحه ان شاء الله المواسم القادمه، فبنتمنى ليه كل التوفيق لعلي لطفي حقيقي يعني أكيد. كانوا 6 سنين يعني نجاح اكيد مع النادي الاهلي. طبعا احنا يعني اكيد متخيلين المشاعر اللي هو كان حاسس بيها، وشفنا يعني شيء منها من خلال تعبيرات وشه، اكيد لحظات صعبه كلها انفعالات وكلها مشاعر، وكالعاده الروح الجميله اللي بتبقى دايما سائده بين كل المنتمين للنادي الاهلي. علي لطفي كمان في الفتره الاخيره الحقيقه، الى جانب ان هو من زمان اثبت جداره واستحقاق، لكن في الفتره الاخيره كمان اسمه تردد اكثر من مره مقترنا دائما بالاستحسان، زي ما نهواند بتقول، برغم انه ما كانش الحارس الاول للفريق الاول في النادي الاهلي، لكن ما فيش مره تم استدعائه او كان هو الموجود في حراسه المرمى في النادي الاهلي غير لما اثبت جداره الحقيقه، واكيد بنتمنى له وبنتمنى لكل اللعيبه اكيد كل التوفيق في القادم من مستقبلهم ان شاء الله. طيب برضو من ضمن الاخبار والمستجدات اللي عايزين نعرفها لحضراتكم، انتوا اكيد واخدين بالكم الكل بيعاني من مساله تخفيف الاحمال وانقطاع الكهرباء الى اخره، حضراتكم اكيد عارفين ان الدوله يعني بتتبع حاليا سياسه معينه لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الاحمال نظرا للارتفاع القياسي في درجات الحراره، وتفاصيل كتير اكيد حضراتكم لامسينها بنفسكم مش مجرد عارفينها. المهم خبر مهم بقى بخصوص الماتشات اللي جايه ان شاء الله، وهي انها هتتلعب بالنهار تحديدا قبل غروب الشمس، عشان كده اتحاد الكره عمل شويه تعديلات، عدل في موعد كمان ربع نهائي كاس مصر بين النادي المصري وبين الفائز في مواجهه الاهلي والداخليه. الماتش ده هيتلعب الساعه 6 مساء بدلا من الساعه 8 مساء، وده طبعا بعد توجيهات رئاسه مجلس الوزراء بلعب المباريات قبل غروب الشمس من اجل توفير الاستهلاك في المنشات الرياضيه مع بدايه شهر اغسطس، وده التوجيه اللي اكيد يعني صدر نهايه الاسبوع اللي فات، وبناء عليه هيتم تعديل باقي المباريات. وكمان بالمناسبه يعني في اطار منفصل حبتين بس، كمان كان في مقطع فيديو نشرته رابطه الانديه المحترفه عن تتويج النادي الاهلي بلقب الدوري، عايزين نقول لكم من خلال الفيديو ده ان لسه الاحتفالات بفوز النادي الاهلي بلقب الدوري مستمره هذه يعني حتى هذه اللحظه. وقالت في تعليق على هذا الفيديو: ليالي التتويج لا مثيل لها بالطبع، احتفالات فريق النادي الاهلي بلقب الدوري رقم 43 في تاريخه، ويا رب دايما احتفالات ان شاء الله. يا رب دايما احتفالات، بس موضوع الساعه 6 ده انا شويه حاسه هيبقى صعب اكيد مع الحراره العاليه يعني دي، عشان نتكلم بمصداقيه 6 يعني 5 بالتوقيت القديم، 6 يعني 5، 5 في شهر 8 ومع ارتفاع الحراره الملحوظ هيبقى صعب، هيبقى صعب. نتمنى النجاح طبعا لهذه الفكره، نتمنى ما يكونش في ارهاق مضاعف على اللعيبه، وكده كده الموضوع ممكن يكون حتى تجربه نشوف ايه اللي هيحصل، بس الساعه 6 يعني 5 يا كريم، و5 ده مازال برضو الجو بيكون حر، خلينا على كل حال نتابع ونشوف الوضع هيكون عامل ازاي، نتمنى اكيد يكون القرار على كل الاصعده يعني ناجح. من الاخبار بقى الحلوه جدا، عايزين نقول مبروك للمنتخب الوطني للجودو طبعا التتويج بكاس البطوله الافريقيه، بنتكلم للناشئين وكنا متابعينها مع حضراتكم الاسبوع اللي فاتت، وكانت مقامه زي ما قلنا في مدغشقر، فاز هنا المنتخب بالمركز ال 15 وبتتكلم عفوا ب 15 ميداليه و8 ذهبيات منهم فضيتين و5 برونزيات، فاعتقد ده انجاز كبير جدا. كنا حتى وقتها كريم انا فاكره لما كنا بنتكلم عن المنتخب قلنا ان شاء الله مش بس عايزين نفوز، احنا عايزين نحصل على اكبر كم من الميداليات الذهبيه، ودي قد كانت تعتبر من اكبر الكم او من اكثر عدد الميداليات الذهبيه اللي حصلوا عليها هذا المنتخب، فده اعتقد انجاز كبير جدا برضو يضاف ليهم. خلينا نتكلم بالتفصيل اكتر، المفروض شارك في البطوله دي 18 منتخب، باجمالي بتتكلم 118 لاعب ولاعبه بواقع 62 لاعب و57 لاعبه. كمان بالمناسبه خليني اقول لحضراتكم منتخب الجودو احنا هنا بنتكلم للشباب، حقق لقب البطوله بعد حصد 15 ميداليه، يعني اعتقد ده برضو انجاز غير مسبوق كلغه ارقام، فبالتوفيق ليهم في اللي جاي، واعتقد دي من الاخبار الحلوه معانا. وكمان لسه في المزيد من الاخبار الحلوه، عايزين كمان نقول مبروك للاعبنا مروان القماش بطل منتخب مصر للسباحه اللي نجح من خلال مشاركته الاخيره في بطوله العالم اللي اقيمت في اليابان، نجح في التاهل الى اولمبياد باريس 2024 وتواجد في المركز التاسع في سباق 1500 متر
حرة وحقق رقم شخصي جديد بالنسبة له. بكده بيكون ضمن التأهل لأولمبياد باريس بسباقي 800 متر حرة و1500 متر حرة. كمان الجدير بالذكر أن حقق القماش المركز العاشر عالميا في سباق 800 متر يعني بزمن وقتها كمان كان يعتبر زمن قياسي يعني الحقيقة. وطبعا كان سبق ليه وحقق إنجاز غير مسبوق بعد ما فاز بذهبية سباق 800 متر حرة في كأس العالم للسباحة 25 متر اللي أقيمت في مدينة تورونتو الكندية. الكلام ده السنة اللي فاتت 2022. هايل إن في استدامة في النجاح، هايل إن في استقرار على حصد ميداليات وحصد يعني مراكز متقدمة، حاجة هايلة جدا. وأكيد مستنيين منه المزيد إن شاء الله الفترة الجاية. برضه في خبر حلو، خلينا نقول مبروك للمنتخب الوطني هنا للناشئات. نتكلم سكواش، التتويج بلقب بطوله العالم للفرق، وبرضه مقامه بمدينه ملبورن الاستراليه وتابعناها مع حضراتكم، كانت من 24 لغايه 29 يوليو بعد ما فازت على نظيرها الماليزيه 2-0 تحديدا، وفازت كمان امينه عرفي على المنافسه الماليزيه ليها 3-0. يعني مباراه استغرقت وقت طويل جدا لكن الفوز كان للصالح المصري او للجانب المصري. يعني انا اعتقد برضو ده انجاز كبير يا كريم، وفكره ان احنا دلوقتي بنطلع نقول مبروك في رياضات مختلفه. أيوه. اعتقد ده يدل على الانجاز الموجود في الرياضه المصريه، وان كان لسه محتاج العديد من العمل والعديد من زي ما بتقال كده الشورت تيرم لونج تيرم بلان، الخطط الموضوعه بشكل كبير، وان هي تكون بيئه جاذبه في الاول وفي الاخر للرياضيين. المشاكل اللي احنا كنا بنسمعها الفتره اللي فاتت نتمنى ان هي تقل، مش هقول تختفي لان ده هيبقى صعب شويه دلوقتي، بس هنقول تقل بنسبة كبيرة جدا عشان نحافظ على المستوى ده يا كريم. طبعا. وينعكس على الأهم واللي هي البطولة الكبرى طبعا الأولمبياد القادمة. طبعا. بإذن الله، لأن نتمنى يكون في نتيجة مختلفة، لا تمثيل مشرف، لا إن احنا رحنا وعملنا اللي علينا والباقي على ربنا وخلاص قدر الله ما شاء فعل. كل الكلام ده نتمنى إن احنا ما نسمعوش في الأولمبياد القادمة في باريس 2024، خصوصا يا كريم إن احنا مع لقاءاتنا المختلفة بطبعا رؤساء الاتحادات المصرية للرياضات المختلفة كلهم بيأكدوا لنا ان شاء الله باريس هتكون مختلفه كمان على صعيد حصدنا للبطولات والميداليات، فكل التوفيق ليهم يا رب. طبعا عباره او جمله قدر الله ما شاء فعل كان عاده بتتقال في الرجعه، يعني هم راجعين بعدد غير مرضي للجماهير من الميداليات، او التمثيل كان من وجهه نظرهم هم فقط لا غير، اللي هو كان تمثيل مشرف. احنا دايما بنقول في اي رياضه بيترفع فيها علم مصر، احنا التمثيل المشرف بالنسبه لنا ملوش غير معنى واحد فقط، اللي هو يكون في تواجد مصري على منصات التتويج، ما دون ذلك مش فارقه بقى كتير. وبرضو الحاجة الحلوة اللي يعني مخليها تهانينا اليومية للرياضيين المصريين في الرياضات المختلفة أحلى وأحلى كمان، فكرة أن جزء كبير من البطولات اللي احنا بنهنيهم على الفوز بميدالياتها أو بكؤوسها بطولات كبيرة من عينة بطولة عالم أو كأس عالم في رياضات مختلفة، فدي حاجة حلوة وقد تكون تنديعة للي المفروض نشوفه إن شاء الله في أولمبياد باريس 2024. تعالوا بقى نروح لي أواصر الصداقة والمحبة والمودة المتبادلة من قديم الأزل ما بين النادي الأهلي وأي طرف تاني في الجملة أو في المعادلة. امبارح طبعا تأكيدا لهذا الأمر كان في زيارة حقيقة جميلة جدا الحقيقة من نادي سموحة، طبعا وفد من نادي سموحة السكندري اللي زار بالأمس مقر النادي الأهلي في الجزيرة، وتعالوا نتعرف على المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر من خلال التقرير ده. اتفضل. أنا اتحادوي بصراحة بس بعشق النادي الأهلي ولي علاقات طيبة جدا بكابتن محمود الخطيب، ليه مواقف إنسانية جميلة جدا بالنسبة لكابتن بوبو الله يرحمه، بالنسبة لكابتن الجويني، في حاجات كتير كتير كان بيعملها لنا كابتن محمود الخطيب سواء كان لاعب أو وبقى رئيس النادي، ففي محبة كبيرة جدا. وبعدين الحادث بتاع حسن مصطفى أنا كنت موجود في الملعب فلقيت أول ناس نزلوا ويشيلوا المصابين بتوع نادي الاتحاد كانوا لعيبة الأهلي وكانوا الإداريين بتوع الأهلي والإدارة الفنية بتاعت النادي الأهلي، فإحنا بنعشق حاجة اسمها الروح الرياضية والحاجات الجميلة اللي بيعملها النادي الأهلي. طبعا إحنا سعداء جدا إحنا متواجدين في نادي الأهلي فرع الجزيرة، الفرع الأم الرئيسي اللي هو شرف ان اي حد يكون موجود فيه. الاهلي هو رمز اداري ورياضي لا يخفى على الناس كلها طبعا في افريقيا وفي الدول العربيه وحاليا طبعا في العالم،
واحنا سعداء ان احنا من نادي سموحه موجودين لتوضيد اواصر العلاقه الطيبه الموجوده بين مجلس اداره الناديين وبين اعضاء الناديين. في جدول الزياره ان شاء الله النهارده دعوه كريمه ان احنا نزور فرع الشيخ زايد اللي هو احد اكبر الفروع، تقريبا 128 فدان، ضعف تقريبا مساحه نادي سموحه. وطبعا احنا هنشوف وهيكون في اوفر بالنسبه للعرض لاعضاء نادي سموحه ان احنا ان شاء الله حابب ان يكون عضو شرف ليك في النادي الاهلي. طبعا احنا بنرحب، ورمز النادي الاهلي رئيس مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب، اسطوره الكره المصريه طبعا، واحنا سعداء وكنا نتمنى نتشرف ان احنا نشوفه ونقابله وان شاء الله نشوفه على خير باذن الله. حابين ندعم العلاقات طبعا الطيبه، وان احنا يبقى بيننا وما بين النادي الاهلي علاقه وريليشن كده، نبقى دايما على باستمرار يعني احنا نيجي. وانا مبسوطه جدا ان هم رحبوا بينا الترحاب الجميل، وده شيء مش غريب على النادي الاهلي، وطبعا برئاسه كابتن محمود الخطيب طبعا، وده حاجه جميله جدا. احنا فرحنا جدا ان احنا موجودين في النادي الاهلي، كان لازم ان احنا يعني اقل تقدير يعني ان احنا نهدي النادي الاهلي درع من سموحه او من لجنه الامن والسلامه، وان احنا مبسوطين ان احنا موجودين. احنا شاكرين جدا اولا حسن استقبال يعني من المهندس وليد والدكتور سعد على الاستقبال الجميل، وطبعا بنشكر طبعا يعني قبول الدعوه من لجنه الامن والسلامه برئاسه المهندس احمد الغامري. فطبعا شرف ان احنا نتعاون مع النادي الاهلي بقياده طبعا الاسطوره الكابتن محمود الخطيب، اللي كل واحد يعرف قيمه كابتن محمود الخطيب. وطبعا احنا اللجان كلها يعني على اتم الاستعداد ان احنا نتعاون في تدشين التعاون، يبقى التعاون مثمر بين اللجان النوعيه بقى نادي سموحه الموج الازرق وبين النادي الاهلي. طبعا يعني نتمنى، وانا بصفتي رئيس اللجنه الثقافيه في نادي سموحه، طبعا احنا عاملين بروتوكول تعاون مع الصروح الثقافيه في اسكندريه زي الاوبرا اسكندريه، مكتبه اسكندريه، وعلى استعداد ان احنا نتعاون برضو مع اللجنه الثقافيه في النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي يعني زعيم الكوره في افريقيا وفي مصر والوطن العربي، والنادي الاهلي علاقته طيبه بجميع الانديه على العموم، وطبعا ما حدش يعني خافي على حد علاقه النادي الاهلي الطيبه بنادي سموحه، وعلاقه الكابتن خطيب وعلاقه المهندس فرج عامر. وفد نادي سموحه اتكرموا الاسبوع اللي فات وتواصلوا معانا وقالوا انهم حابين يجوا يزوروا النادي الاهلي، ومتواجدين دلوقتي هنا في الجزيره، هيعملوا جوله بعد كده جوه النادي ويتصوروا مع دولاب الكؤوس. لما قلنا قبل كده في حلقه من تقريبا اسبوعين لما كنت بتكلم مع حضراتكم ان النادي الاهلي او دولاب البطولات بالنادي الاهلي بيكون مزار بجد، بيكون الاتفاق عليه من الناس اللي هي جايه وبالذات من الدول العربيه طبعا، اللي بيجوا يزوروا القاهره بيبقى مزار او دولاب بطولات النادي الاهلي من المزارات اللي هم بيبقوا حابين يروحوا يتصوروا معاها. وده مش كلام كنا بنقوله كليشيه او طالعين بنقول حاجه من خيالنا او بنمجد بيها نفسنا، لا ده واقع موجود. فقصه كمان ان انت تلاقي علاقه طيبه بهذا الشكل، ان كمان انديه اخرى محليه ومصريه لما بتيجي تزورك كمان بتحب ان هي، ويعتبر على فكره نادي منافس برده، ما هو سموحه نادي في الاول في الاخر منافس النادي الاهلي يعني، والمنافسه ما فيهاش حاجه وحشه، المنافسه طبيعيه، منافسه رياضيه، ده شيء يعني كويس جدا وشيء يعني ايجابي جدا. ولكن فكره ان انا كمان اروح اتصور مع دولاب بطولات النادي المنافس ليا، اعتقد برضو ده شيء محترم بشكل كبير جدا. وغير كده بروتوكولات التعاون بين الانديه اصلا موجوده، ونتمنى يكون موجود بين النادي الاهلي والانديه كتيره. يعني مثلا من بروتوكولات التعاون الموجوده في نادي السيد المصري ونادي سبورتنج، انت عارف كده يعني انا من نادي السيد ممكن اروح نادي سبورتنج بالكارنيه والعكس صحيح، حاجات اللي زي كده موجوده كتير يعني، ودي بتبقى حاجه كويسه جدا، بتبقى روح برضو كويسه او شراكه جيده جدا بين طبعا الانديه المختلفه يعني. عايزة أنتقل مع حضراتكم لخبر آخر متصل بالكلام اللي كنا بنقوله، وبنتكلم عن لجنة الشباب بالنادي الأهلي تحت إشراف طبعا اللجنة العليا للجان والإدارة التنفيذية، لأن هي نفذت بطولة عائلة الأهلي للألعاب الإلكترونية، وتحديدا كان بفرع الشيخ زايد. خلينا نعرف بالظبط إيه اللي حصل في التقرير ده. إحنا طبعا بنشكر لجنة الشباب على مجهودها الكبير طبعا ما شاء الله، وربنا يوفقهم يعني، وبصراحة بطولة كويسة، واحنا متعودين كل سنه على البطوله الجميله ديت بصراحه، وبصراحه مجهود رائع وتنظيم كويس جدا، وفرحه كويسه للشباب منهم ولادي طبعا، ونشكر طبعا كابتن محمود الخطيب واداره النادي. حلوه البطوله طبعا، وكسبت الحمد لله، بقى لي 7 سنين بلعب بلاي ستيشن من ايام بلاي ستيشن 2، بلعب فيفا من 2018 تقريبا، وكسبت بطوله البلاي ستيشن اللي فاتت الحمد لله، وبتمنى اني اكسب البطوله دي. هو طبعا الالعاب الالكترونيه بقت خلاص امر واقع موجود في حياتنا، فاحنا فكرنا كلجنه شباب يعني قدموا لنا اقتراح
ان احنا دي على فكره تاني بطوله نعملها للبلاي ستيشن، ان احنا نلم العيله يلعبوا كلهم مع بعض. فعملنا الاعلان على البطوله، 120 لعيب قدموا في خلال 3 ساعات، فاضطرينا حتى نقفل الفورم من كتر الضغط. وزي ما حضرتك شايفه الاعمار بسم الله ما شاء الله، في الاب وفي الولد الصغير وفي كل الاعمار، كله مشترك يعني الحمد لله. حقيقه لجنه الشباب مش اول مره يعملوا ايفنتات جميله في النادي في الشيخ زايد بالذات. تاني ايفنت يتعمل بالنسبه لبطوله البلاي ستيشن، كان المره اللي فاتت كانت ناجحه جدا جدا جدا، وبذلين مجهود خرافي. التنظيم النهارده على اعلى مستوى، الناس بتدخل بنظام، الناس قاعده في التكييف وقاعده كلها قاعده بره حتى في التكييف، الناس بتلعب بهدوء زي ما حضرتك شايفه، الصاله كلها هدوء كلها تنظيم، الامن كله قايم بدور الحقيقه، حتى اداره النادي كلها بسم الله ما شاء الله عامله اللي عليها وزياده كمان. يمكن دي النسخه الثانيه من دوره النادي الاهلي في البلاي ستيشن، احنا عملنا الدوره دي قبل كده السنه اللي فاتت، والسنه دي زي ما انتم شايفين طبعا الاقبال كبير جدا. يمكن احنا فتحنا الفورم التقديم، جالنا اكتر من 120 عضو في خلال ساعتين ثلاثه. الاعمار طبعا يعني زي ما انتم شايفينه، دي اللي بيميز طبعا الدوره دي والانشطه اللي بتعملها لجنه الشباب، ان الاعمار عندنا احنا من اول 10 سنين لناس طبعا لكل الاعمار 30 و40 سنه، كل الاعمار مشاركه، الاب معاه ابنه، كل الاعمار موجوده. احنا طبعا مقسمين البطوله ال 120 مقسمينها طبعا ادوار، وباعتين طبعا سكادول للناس، الدور ده من كذا لكذا، واللي بيكسب بيكمل، وطبعا بفي جوائز برضو الاول 3 مراكز، والدنيا ماشيه والاعضاء والناس مبسوطه الحمد لله. كمان من ضمن المستجدات اللي عايزين نعرفها لحضراتكم، انه ان شاء الله كمان ساعه ونص من دلوقتي، يعني ان شاء الله الساعه 12 الظهر بالتمام، هيعقد النادي الاهلي في مقره بالجزيره مؤتمر صحفي للاعلان عن راعي جديد سينضم ان شاء الله الى قائمه رعاه النادي الاهلي خلال الفتره المقبله. طبعا المؤتمر هيكون بحضور الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره وعدد من نجوم فريق الكره والفرق الرياضيه المختلفه كالعاده، يعني بتتوالى اسماء الكيانات الكبرى التي دائما ما تتمنى الاقتران باسمها، يعني باسم النادي الاهلي. طبعا حاجه عظيمه، وبنتمنى اكيد التوفيق للطرفين الفتره الجايه ان شاء الله. بإذن الله يكون تعاقد يعني زي ما كنا دايما بنقول وين وين سيتويشن، موفق للجانبين كالعادة. الجانب اللي بينضم للنادي الأهلي بيكون أكيد عايز أن هو يكون مع الكيان الناجح، وبيتمنى دعاية بشكل كبير جدا. وعلى الصعيد الثاني أكيد بيكون في برضو يعني جانب إيجابي للنادي الأهلي، أن هو بيتشرف بكل الرعاة اللي لهم اسم كبير جدا وليهم مكانة كبيرة جدا، مش بس محليا، أكيد كمان أسماء عالمية. هننتقل بقى للدرجات الخاصة بالحرارة، ونعرف الفترة اللي جاية، لأن الكلام كتير جدا وتقلك هل اللي فات زي اللي جاي، عفوا اللي جاي زي اللي فات، ولا الموضوع هيبقى فيه يعني اعتدال شوية، لأن احنا شاهدنا شهر 7 بصراحة ارتفاع غير مسبوق ودرجات حرارة قياسية بجد في العديد من البلدان. وكان في تقرير امبارح أنا بصيت عليه كده بصة سريعة، كان بيقول لك أكتر 10 مناطق في العالم يعني بتشهد ارتفاع في درجات الحرارة، كان منها السعودية والإمارات والمكسيك ويعني كذا مدينة وكذا موقع وكذا بلد تحديدا. فنتمنى يكون في بقى انتهاء لفصل الصيف قريبا، عندك 55 يوم تحديدا، انا بالايام او اقل حاجه و50 يوم يعني تحديدا منتهي ان شاء الله فصل الصيف. خلينا نتابع. مهم جدا ان احنا نعرف مزيد من التفاصيل اكيد بعد ما شفنا درجات الحراره، عشان كده هناخد على التليفون دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور منار بونجور عليكي، وعايزين واحده واحده كده تاخدينا للقادم، لان احنا أو الناس كلها نفسها تفهم هل اللي جاي إن شاء الله يعني هيكون برضو بيشهد نفس الارتفاع الموجود أو الملحوظ اللي كان في شهر 7، ولا زي ما تقال إن شهر 7 هو كان أعلى أو شهد أعلى ارتفاع لدرجات الحرارة، ومفروض شهر 8 يشهد يعني اعتدال إلى حد ما. خلينا نعرف من حضرتك، تفضلي. صباح الخير على حضرتك أستاذ هوندو، أستاذ كريم، وكل السادة المشاهدين. هو إحنا بالفعل الأسبوعين الماضيين شهدنا موجة غير اعتيادية من موجات ارتفاع درجات الحرارة، اللي كان غير اعتيادي فيها هو استمراريتها، إن هي استمرت معانا فترة طويلة قرابة الأسبوعين، ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة أعلى من المعدلات بقيم كثيرة ومتواصل عظمى على القاهرة الكبرى، كانت 38 ل 40 درجة مئوية. كان احنا بدأنا من الأمس كمان اليوم درجات الحرارة يحصل فيها انخفاض، بدأنا نحس إن الأجواء أقل حرارة وأقل حدة من الأيام الماضية، انخفضت درجات الحرارة بمعدل من 3 ل 4 درجات في معظم أنحاء الجمهورية، ف
سجلنا بالامس عظمى على القاهره الكبرى 34 او 35 درجه مئويه، اليوم متوقع يكون 35 درجه مئويه، فاحنا بدانا تدريجي نعود بالمعدل الطبيعي او المعدل الصيفي الطبيعي اللي احنا بنشهده كل سنه، يمكن في استمرار لارتفاع نسب الرطوبه، وده طبيعي ان احنا دايما في شهر 8 نبقى عارفين ان هو ذروه فصل الصيف بسبب الارتفاعات الكبيره في نسب الرطوبه، نسب الرطوبه دايما بتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، ومن خلال الدراسات اللي احنا بنقوم بيها في الهيئه العامه للارصاد الجويه متوقع ان شهر 8 يكون متوسط درجات الحراره فيه اعلى من المعدلات. يعني يا جماعه علوا الصوت يا دكتور منار لو سمحتوا، مش سامعين الصوت يعلى بس شويه. احنا بنتكلم ان اعلى من المعدلات، يعني احنا المعدلات الطبيعيه في شهر 8 كل سنه بتبقى 35 درجه مئويه، يبقى درجات الحراره تبقى فيه اعلى، تبقى 36 او 37 درجه مئويه. وارد ان احنا نشهد فيه موجات شديده الحراره زي اللي شفناها في شهر 7، يعني فيها ارتفاع في قيم درجات الحراره، لكن مش هتكون بنفس الطول، يعني مش هيبقى مدتها طويله قوي، هتبقى مده قصيره 3 ل 4 ايام يحصل فيها ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، ثم مره اخرى درجات الحراره تعود للمعدلات، واللي ده متوقع يكون معانا في شهر 8، بس هيكون في استمرار طبعا لارتفاع نسب الرطوبه الكبير، يمكن مع نهايات 8 ان شاء الله بدايه 9 يبدا تدريجي درجات الحراره تتجه نحو الانخفاض، لان احنا دايما مع 9 بيبدا درجات الحراره تنخفض ونسب الرطوبه تنخفض، لان احنا خلاص بنبقى بنقترب من فصل الخريف. فوارد تكرار شده الحراره او ارتفاع درجات الحراره، لكن مش بنفس الطول بنفس الاستمراريه اللي احنا شهدناها خلال الايام الماضيه. يمكن الايام الماضيه بالفعل الثلاث اسابيع الاولى من يوليو كانت الاكثر حراره على الاطلاق في كل دول العالم، متوسط درجات الحراره العالميه كانت اعلى درجات حراره سجلناها منذ مئات السنين او منذ الاف السنين، لان درجات حراره غير مسبوقه بمتوسط درجات الحراره العالميه لسطح الكره الارضيه. على ذكر العالمية دكتورة منار، يعني الكام يوم اللي فاتوا كان فيه مجموعة من التصريحات المتواترة القادمة من هيئات ومنظمات معنية بالطقس والمناخ على مستوى العالم، وفي جملة معينة ترددت أكتر من مرة والمفروض إن هي تخوفنا الحقيقة ونقف عندها كتير، فكرة إن الكوكب ككل عدى الفترة الأخيرة من مرحلة الاحتباس الحراري إلى مرحلة الغليان، الجملة دي معناها ايه وانعكاساتها علينا ايه الفتره الجايه؟ معناها ان حصل في مزيد من الاحترار، احنا كنا الاعوام الماضيه او الاشهر الماضيه كمان بنتكلم في درجات حراره، بنتكلم في فكره ان في احتباس حراري وفي ارتفاع في متوسط درجات الحراره العالميه ومش عاوزين نزيد عن الدرجه ونص، لا احنا بدانا نزيد باستمرار عن الدرجه ونص، احنا وصلنا ل 17 درجه اللي هو متوسط درجات الحراره العالميه، 17 درجه واللي ده كان المفروض نوصل فيه في 2050، احنا وصلنا له في وقت بدري جدا، فمعناها ان احنا عدينا فكره ان الاحتباس الحراري وان احنا المفروض نقلل الانبعاثات، لا احنا يعني خلاص بقى امر حتمي ان لازم يبقى في تقليل انبعاثات عشان ما نوصلش للأسوأ من كده، احنا خلاص يعني هو دلوقتي بيشد انتباهنا للازمه اللي احنا موجودين فيها، ان احنا عدينا فكره الاحتباس الحراري وان احنا لازم نقلل انبعاثات، وكان امر مجرد امر رفاهيه، الامر ما بقاش رفاهيه دلوقتي، الامر بقى حتمي وفي ضروره لتقليل الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخيه، لان احنا كل دول العالم بتشهد درجات حراره مرتفعه، الكوكب نفسه مش عارف يتنفس من ارتفاع درجات الحراره الغير مسبوق، احنا بدانا نسجل درجات حراره غير مسبوقه كان المفروض نوصلها بعد 25 سنه، احنا وصلنا لها بسرعه عاليه جدا، يمكن كان متوقع ان احنا نوصل للدرجات دي بس مش بالسرعه دي، احنا وصلنا يعني احنا كنا المفروض نوصل زي ما قلت لحضرتك في الاول 2050، احنا وصلنا لها في 2023 اللي هي 17 درجه، 17 درجه يعني مزيد من الارتفاع في متوسط درجات الحراره العالميه، مزيد من التغيرات في منظومه التوزيعات الضغطيه، يعني هنشوف حرايق وهنشوف حاجات اسوء من اللي هو اوريدي احنا شفنا حرايق دكتور منار في مناطق مختلفه في العالم، ده حصل وبيحصل كل سنه لكن حصل بشكل اكبر او بنسبه اكبر العام اللي احنا فيه، وللاسف كمان كان الخبراء في هذا الملف كانوا دايما بيحذروا ان ربما كمان بعد مرور عده سنوات ممكن تلاقي بعض المناطق يعني اختفت وبعض المدن اختفت من على الخريطه، وقالوا حتى اسماء كتيره طبعا ولكن انا مش هذكرها يعني عشان مش وقته او مش مجالنا حاليا يعني، لكن ده او دي تبعات التغييرات المناخيه اللي المفروض الدول كلها بتكون على اساس المؤتمرات الدوليه المختلفه اخذت قرارات منذ سنوات سابقه مش سنوات لسه قادمه، يعني ده اللي احنا كنا بنسمعه في هذا الملف تحديدا، فربما هم كان عندهم اكيد درايه ان هيحصل ده هذا العام، فبرضه توضح لنا النقطه دي يا دكتور. هي الفكره ان القرارات ما كانتش ملزمه وكان دايما بياخدوها بصوره من يعني اللي هو خلاص احنا هنعوض الدول الناميه بالفلوس او هنعوضهم على ان احنا نقلل الانبعاثات، لان هو في الخليج في النهايه اقتصاد، يعني هي في النهايه اقتصاد وسياسه
ان احنا نقلل انبعاثاتنا. احنا بنستخدم الغازات والوقود الاحفوري للصناعه واي اي المجالات المختلفه، فتقليل الانبعاثات هيبقى عندهم مشكله. فهم قالوا هنعوض الدول الناميه، لكن دلوقتي بقى في مشكله حتميه، لازم نقلل الانبعاثات ولازم الدول الصناعيه تقلل الانبعاثات، لان لو ما تقللش الانبعاثات الكوكب ككل هينتهي. احنا بنشوف بس بسبب ارتفاع درجات الحراره اللي احنا اللي هي 17 درجه، المفروض اصلا المعدل الطبيعي لسطح الكره الارضيه 15 درجه، احنا دلوقتي بدانا ارتفاع درجتين، ارتفاع درجتين احنا بنشوف بالفعل حرايق، لكن احنا بدانا نشوف ازدياد في الحرايق السنوات المقبله هتبقى ازيد من كده، هيبقى اسوء من كده، هيبقى في ارتفاعات في درجات الحراره اكتر من كده بشكل كبير. معدلات الامطار اللي بقت بشكل كبير بيحصل بقى منها فيضانات في بعض المناطق، الجفاف اللي ممكن يحصل، زياده المناطق اللي يحصل فيها جفاف ممكن يزيد عن كده. فاحنا بنتكلم ان احنا في ازدياد في العمق الظواهر الجويه اللي ممكن تؤدي لتدمير البيئه وتدمير كوكب الارض. يعني على كل حال نتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه تشهد يعني المزيد، مش هقول من المؤتمرات، بس المزيد من القرارات الملزمه زي ما كنا بنتكلم، لان في قرارات بتبقى ملزمه وغير ملزمه عشان الحد من اثار طبعا التغيرات المناخيه. ولسه كنت بقرا تقرير سريع انا وكريم لما كنا بنتكلم عن التقرير، كان بيتكلم عن اكتر 10 مناطق بيشهدوا ارتفاع في درجات الحراره في الفتره السابقه، ومنها دول عربيه كثيره يعني وغيرها. فنتمنى ان شاء الله ان كمان اهالي الدول دي يتعدي عليهم هذه الموجه بشكل يعني آمن، لأن أكيد في ناس بتتضرر صحيا بشكل كبير جدا وقد تصل لحالات إغماءات وغيره. يعني ده حرائق الغابات وصلت للجزائر للأسف. يعني صحيح، يعني فاكر إن كان آخرها اليونان، دي وصلت للجزائر ده امبارح. صحيح. طب نطلع فاصل بقى قبل ما الكوكب بيولع ولا إيه؟ بسرعة ونرجع ونرجع نكمل، خليكم معانا. عايزين بس لان ده خبر كان عاجل وواجب ان احنا برضو نقدم يعني التعازي، ان احنا واحنا على الهوا سمعنا دلوقتي خبر وفاه نجل طبعا الفنان الكبير حسن يوسف والفنانه الكبيره شمس البارودي، بنقول لهم البقاء لله في وفاه ابنهم عبد الله. المفروض ان هو كان حادث غرق في الساحل الشمالي حسب المعلومات اللي جات لنا لحد دلوقتي يعني، فالبقاء لله، ربنا يديهم الصحه طبعا. وطبعا فاجعه كبيره كريم، طبعاً ان الواحد عمر ما يعني ربنا ما يكتبها على حد، فكرة ان حد يسمع عن وفاة ابنه هو على قيد الحياة طبعاً. طبعا شيء اعتقد ما فيش اصعب منه، فربنا يصبرهم يا رب، ربنا يربط على قلوبهم، تعزينا لاخواتهم طبعا عمر، يربط على قلوبهم ويلهمهم الصبر والسلوان خالص، تعزينا طبعا للفنان الكبير طبعاً حسن يوسف وطبعا والفنانة الكبيرة. يعني في حاجات معينة كده الكلام بيقف قدامها عاجز الحقيقة، مهما الواحد هيقول استحالة يعرف يوصل للمشاعر. أنا من نفسي مش عارف أقول إيه الحقيقة، بس يعني خالص تعزين أكيد يعني لأسرة الفنان الكبير حسن يوسف، يعني ربنا يلهمهم الصبر ويربط على قلوبهم ويجعل قبر عبد الله روضة من رياض الجنة، ويعني ويعفو عنه يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. طيب تعالوا بقى نروح لزميلتنا العزيزه روزان نصر. روزان موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي في الجزيره، وتحديدا من امام دولاب البطولات، عشان تعرفنا اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه مختلفه. روزان صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الفل يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدينا، مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. 10 الصبح في الأهلي طبعا، متواجدة معاكم من النادي الأهلي فرع الجزيرة لنقل آخر الأخبار والمستجدات. يعني النهاردة عندنا مباراة مهمة جدا الداخلية أكيد في كأس مصر. خلينا بقى نقول إن مارسيل كولر يعني خلاص أنهى استعداداته الأخيرة يعني قبل ساعات من لقاء اليوم أمام الداخلية ضمن منافسات طبعا بطولة كأس مصر. وقام طبعا الفريق خلال الساعات القليلة الماضية بمواصلة تدريباته على أرضية ملعب التتش، ونشر الحساب الرسمي كمان لنادي الأهلي عبر موقع فيسبوك مجموعة من الصور طبعا خلال الميران. كمان بقى على هامش الميران عقد مارسيل كولر جلسة مهمة جدا مع اللاعبين، وأكد طبعا خلال هذه الجلسة أن مباراة الداخلية لا تقبل أبدا القسمة على 2، خاصة طبعا أن هي في بطولة كبيرة زي بطولة كأس مصر، وأكيد الفريق بيحلم بالتتويج يعني بهذه البطولة. طلب كمان منهم نسيان جميع مباريات يعني الفترة الماضية وتركيز فقط على مباراة اليوم. كل التوفيق أكيد للنادي الأهلي أمام الداخلية في مباراة اليوم.
كمان يمكن تكمله عن يعني الحديث بقى عن مباراه اليوم، يعني خلاص انهى كمان رجال الامن استعداداتهم لتامين المباراه باستاد الكليه الحربيه، وشكلت الاطقم الامنيه المجموعه الافريقيه طبعا فرق امنيه كبيره جدا لتامين النهارده في الاستاد دخول الجماهير واللاعبين وكمان طاقم التحكيم بالكامل. ودي اكيد يعني مجهود عظيم، دائما يعني بنذكر رجال الامن الحقيقه قايمين بمجهود ودور عظيم جدا وكبير يعني لتامين الجماهير او الاعضاء في كل الفروع وفي كل مكان. يمكن كمان يا كريم ويا نهاوند معايا النهارده خبر مهم جدا، اكيد يعني انتوا على علم بيه، النهارده في تمام الساعه 12 الظهر يعني في مؤتمر صحفي مهم جدا، حصلت الجامعات الكنديه على حق رعايه النادي الاهلي بشكل رسمي، وسيتم الاعلان اليوم عنها بشكل رسمي في مؤتمر صحفي كبير زي ما قلنا طبعا الساعه 12، لتنضم الجامعات الكنديه الى قائمه رعاه النادي الاهلي خلال الفتره المقبله. طبعا اليوم هيكون في حضور بشكل كبير على رأسهم طبعا كابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة بالكامل، كمان يعني عدد كبير من نجوم الكرة في الألعاب الأخرى جميعا. سريعا خليني كمان أنقل لكم أجواء النادي هنا فرع الجزيرة. يمكن النهاردة في تزاحم كبير يعني على غير العادة من الأعضاء متواجدين بشكل كبير منذ الصباح الباكر، وده أكيد بسبب انخفاض يعني درجات الحرارة قليلا، يمكن بقالها يومين لسه كنا بنتكلم أنه درجات الحرارة قلت شوية، وده أكيد بخلي الإقبال شديد إلى حد ما هنا في النادي. يمكن كمان المؤتمر اللي يعني هيتم الساعة 12 بخلي كمان الناس تبقى متواجدة حابة تعرف إيه آخر الأخبار والمستجدات، ويمكن ده مخلي النادي النهارده في اجواء لطيفه جدا من الصباح الباكر. دي كانت ابرز واهم الاخبار اللي معايا النهارده من النادي الاهلي، بشكركم وعوده ليكم مره ثانيه. احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه روزان نصر على هذه التغطيه المتميزه كالعاده. طيب نكمل بقى مع حضراتكم، نروح للوديات المختلفة دلوقتي عالميا، وكان في ماتش ودي كان مهم طبعا امبارح، كان برشلونة اللي فاز على ريال مدريد، وده كان برضو غير متوقع إلى حد كبير، 3-0 في المباراة طبعا الودية اللي جمعت بيهم، تكلم فيه ساعات كانت الأولى طبعا عشان اختلاف كمان التوقيت في أمريكا، وده كان خلال استعدادات تكلم طبعا الفريقين للموسم الجديد. ريال مدريد كان عنده قبل كده مباراة أو كان تحديدا مباراتين وديتين، كانت الأولى على ميلان كان فاز فيها ب3-2، وبعد كده حسم المباراه الثانيه اللي كان امام او اللي كانت امام مانشستر يونايتد كان بهدفين. طب لو رحنا للصعيد الثاني، برشلونه كان خسر هدف دون رد في مباراته الوديه الاولى برضو في امريكا، كان تقريبا امام ارسنال، وبعد كده التقى يعني خلينا وكان في مباراه اتلغت ليه لما احنا كان معايا الخبر برضو احنا اتكلمنا فيه، كان امام يوفنتوس صح كده. وعلى كل حال لو انت جيت قارنت بين ريال مدريد وبرشلونه، طبعا الكفه الارجح هي او الفوز أكبر كان عددا هو طبعا لريال مدريد، عشان كده النتيجة كانت شوية مش متوقعة، بس الناس قالت لك إن الوديات بتبقى مختلفة إلى حد كبير، ما بيتمش فيها التركيز أو يعني إعطاء كامل التركيز بشكل كبير. فعلى كل حال يعني كانت مباراة برضو قوية، وكان في حضور جماهيري كمان كبير جدا حسب المعلومات اللي جات لنا، يعني تقريبا كان 80,000 أو حاجة زي كده. تعالوا بقى نروح يا حضرات لموسم الانتقالات، وطبعا ما فيش ذرة شك في إن السعودية عملت شغل جامد جدا في هذا الإطار، يعني موسم الانتقالات السنة دي السعودية هي الاسم الأبرز فيه على الإطلاق، والحقيقة كان في مجموعة من العروض اللي نقدر نقول إن صعب جدا على أي لاعب في الدنيا إن هو يفوتها أو إن هو يرفضها. رياض محرز طبعا واحد من أشهر لعيبة مانشستر سيتي رحل عن مانشستر سيتي وذهب إلى أهلي جدة، وده طبعا دفع بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أنه يعلق على رحيل نجمه الجزائري رياض محرز لفريق أهلي جدة السعودي، بالمناسبة في عقد يستمر لمدة 3 سنوات قادمة يعني حتى صيف 2026. قال جوارديولا: لدي علاقة ممتازة مع رياض محرز، علاقتنا بها احترام رائع، قبل أشهر قليلة كان رونالدو هو الوحيد الذي انتقل إلى الدوري السعودي، ولم نتخيل أن يرحل هذا العدد من أبرز اللاعبين إلى السعودية، أعتقد سينتقل المزيد إلى هناك في الفترة القادمة، وهذا ما يجب أن تدركه الأندية الكبرى. ورياض طبعا تلقى عرض خيالي من نادي طبعا أهلي جدة لا يمكن رفضه بأي حال من الأحوال. المهم جوارديولا كمل كلامه وقال: أتفهم تماما قرار محرز بالرحيل عن السيتي، وأعرف مدى صعوبة عدم اللعب في نهائي دوري الأبطال ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. واصل جوارديولا كلامه وقال: ما يحدث في السعودية ليس خطرا لأنه واقع
يعني نعيشه الآن في عالم كرة القدم. وأعتقد أنهم يريدون بناء دوري قوي جدا، وحتى الآن هم يعني هم أصحاب الدوري الذي يمكنه القيام بذلك. فالسعودية غيرت سوق الانتقالات للاعبين كرة القدم على مستوى العالم. وبيني وبين حضراتكم الكلام ده مظبوط وموزون 100% بعد اللي حصل في الفترة الأخيرة، ولسه لسه في كلام كتير جدا طبعا. وبالنسبة للملف مبابي اللي احنا فتحناه مع حضراتكم برضو بقالنا تقريبا أسبوعين كنا بنتكلم، ويمكن كلام جوارديولا اللي انا هاخد منه هو شوية فعلا واقع وحقيقة، وممكن يكون ليه علاقة كمان بتوقيت انتقال. هنا بنتكلم تحديدا مبابي طبعا يعني للدوري السعودي، اللي الصفقة برضو بيتقال لك لا هي بنسبة 100% تمت، بنسبة لا 50%، لسه الكلام داير بهذا الشكل. لكن اللي احنا سمعناه مؤخرا كمان مفروض ريال مدريد مصر ان الصفقة يعني ما تطلعش من عنده، وده واضح جدا كمان من الخبر اللي احنا شفناه او تابعناه مع حضراتكم على صحيفة ماركا الاسبانية، وهي صحيفة عريقة جدا طبعا في اسبانيا. هو قال كده ان ريال مدريد مفروض وضع او رصد 250 مليون يورو للتعاقد مع مبابي، واللي المفروض هتكون الصفقة بلغة الارقام الاغلى في التاريخ، وان هو هيحاول ان هو يقسم المبلغ ده عن طريق بقى جزء هيحصل عليه مبابي على شكل راتب سنوي بالاضافة لمكافآت وغيره، يعني مع تنازل كمان اللاعب عن راتبه يعني الضخم بالإضافة لمكافأة الولاء. يعني عارف بيحاولوا ان هم يزبطوها بشكل ان هو ما يشعرش بفارق كبير عن يعني الصفقة أو صفقة الدوري السعودي، وده يعني هنعرفه في الفترة اللي جاية، لأن خلاص يعني مبابي مفروض عقده هينتهي الصيف اللي جاي مع بي اس جي. لكن خلينا نقول إن إدارة الفريق مصرة على بيعه الصيف الحالي أو فكرة تمديد عقده لموسم آخر. هنشوف هيفكر إزاي، هل هياخدها من ناحية مادية ولا لا، بس إحنا سمعنا إن هو رافض أصلا العرض السعودي، عشان كده قلنا لا هو قبل أو قبل العرض السعودي. فبص ملف مبابي محير فعلا العالم حاليا، مش عارفين ايه هي المحطة القادمة ليه، لكن اعتقد هيتم حسمها في الفترة او الايام اعتقد اللي جاية. يعني كمان استكمالا بقى لسلسلة يعني الانتقالات الى الدوري السعودي من خلال طبعا كبار الاسماء، اكبر واهم واتقل واتسم اسماء لعيبة كرة القدم على مستوى العالم، كمان عايزين نعرف حضراتكم ان نادي النصر السعودي حسم خلاص صفقة السنغالي ساديو ماني نجم بايرن ميونخ الالماني، وطبعا فاضل التوقيع على العقود. قال فابريتسيو رومانو صحفي طبعا هو في سكاي سبورتس وكمان هو خبير في سوق الانتقالات، قال انه رسميا تم استبعاد ساديو ماني من قائمة بايرن ميونخ لمباراة أمس بسبب المحادثات الجارية حاليا معه بشأن انتقاله إلى الدوري السعودي. بالمناسبة ساديو ماني كان طبعا نشر يعني صورة مؤخرا ليه هو بتجمعه يعني مع كريستيانو رونالدو بقميص النصر السعودي، نشرها عبر حسابه على تويتر طبعا مصحوبا بعبارة يعني مصحوب بصوره للرمال، عارفين حضراتكم ساعه الرمال الشهيره دي، طبعا اشاره واضحه وصريحه لاقتراب اتمام او استكمال هذه الصفقه، وهنشوف اللي هيحصل الايام اللي جايه ان شاء الله. هروح معاك بقى لحاجه ثانيه خالص يلا. وكنا بنتكلم يوم الثلاث اللي فات لو انت فاكر عن خبر ليه علاقه بكره القدم النسائيه والخبر الحالي برضو اللي هو معايا بيتكلم عن بيكهام تحديدا، اللي هو طبعا بعد ما عمل صفقات لانتر ميامي قويه جدا اخرها كان اكيد ميسي، وكان صرح ان هو بيفكر ان يعمل كمان فريق لكره القدم النسائيه، وشايف ان ده مستقبل هيكون كبير ومضمون بشكل كبير جدا، خصوصا كره القدم النسائيه في الفتره كمان الاخيره شهدت يعني تشجيع كبير جدا من قبل مشجعي العالم، يعني مش بس او لفتت انظار العالم بشكل كبير، وناس حتى كانت وقتها بتقارن كره القدم العاديه بكره القدم النسائيه، وقالت هل في يوم من الايام ممكن يكون فعلا ده اللي بيجذبنا اكتر ويبقى الصفقات بارقام نسمعها اكتر وغيره. لكن بجد في لعيبه فعلا بيلعبوا حلو جدا، تستمتع وانت بتتفرج على ماتش كره القدم النسائيه ما تحسش بفرق بجد خالص، بالعكس في ماتشات قويه جدا جدا يمكن افضل بكتير من دوريات عربيه مختلفه يعني تيجي تتفرج على هذه الماتشات. فبجد اعتقد خطوه جيده، وحتى كان اتكلم تحديدا وربط الموضوع ببنته لان هو عنده بنت تقريبا عندها 12 سنه هاربر، هو كان حابب كمان ان هي تخش وتلعب كره قدم نسائيه، فتحديدا كانت الفكره جات له من هنا، فحيبان لكن هتبقى خطوه جيده. وخلي بالك من حاجه، انت بتتكلم على انتر ميامي وكره القدم عامه في امريكا ما هياش رقم واحد كرياضه، ومش كمان مش من الرياضات الجاذبه قوي، لكن الوضع ابتدى يختلف بشكل كبير كمان بعد استقطاب ميسي تحديدا، وشفت الاهتمام الكبير. اول ما ميسي راح ما كانش الناس بتعرفه بشكل
بشكل كبير او تتعارف عليه بشكل كبير، لكن في فيديوهات مؤخرا بقت تنتشر قد ايه خلاص بقى مجرد ما يعدي في الشارع خارج من محل او غيره، كان لسه في محل خارجين هو وعيلته منه كان بيشتروا حاجات، يعني الناس كانت متجمعه بشكل كبير، فابتدى الوعي يختلف. اعتقد الناس هتبتدي تحب كره القدم، وبالتالي كره القدم النسائيه اعتقد كمان هتنال حيز كبير جدا. ف لا ميسي مفيش شك نتمنى عندنا كمان هيبقى لوجوده في امريكا انعكاس يعني ايجابي جدا. نقلة طبعا كبيرة. طبعا مفيش شك، لان اكيد هياخد كره القدم الامريكيه لمنطقه تانية خالص. طبعا اللي بيحصل دي فتره تاريخيه لنادي انتر ميامي، يعني اللي بيتحقق حاليا عمر الفريق ده ما حققه في تاريخه. فهنتفرج على المزيد ان شاء الله من المتعه الفتره اللي جايه. بمناسبه بقى الكلام عن كره القدم النسائيه، تعالوا نروح لمباريات كاس العالم للسيدات. امبارح خطف منتخب فرنسا للسيدات فوز صعب جدا من بين انياب البرازيل بجلاله قدرها، فازوا عليهم بهدفين مقابل هدف، طبعا ضمن منافسات الجوله الثالثه من مجموعات كاس العالم للسيدات. اتحقق هدف الفوز لفرنسا في الدقيقة 83، وبكده بيتصدر منتخب فرنسا للسيدات المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بعديه على طول البرازيل في المركز الثاني ب3 نقاط. امبارح كمان كان في مجموعة تانية من المباريات المهمة، السويد فازت على إيطاليا 5-0، جامايكا فازت على بنما بنتيجة 1-0، وطبعا هنوافي حضراتكم أول بأول بآخر الأخبار والمستجدات في هذه البطولة. يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. طبعا احنا بقالنا فتره طويله بنتكلم معاكم باستمرار عن الموسم الاستثنائي اللي حصل في الالعاب الرياضيه المختلفه في النادي الاهلي، واللي نجحوا لعيبته ولاعباته ان هم يحصدوا 22 بطوله مختلفه. النهارده بقى عايزين نعرف مع حضراتكم ابرز هذه الصفقات كمان اللي تمت في الفتره الاخيره، وكمان عايزين نتكلم عن الاستعدادات لما هو قادم باذن الله. كل ده هنعمله مع احمد رشاد الناقد الرياضي اللي طبعا بنسعد بوجوده معانا في البرنامج. صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم، وصباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وسعيد ان انا موجود معاكم النهارده. يعني اولا رشاد زميل معانا ومن الناس اللي بتطور نفسها بشكل كبير الحق يقال، وهو بيشتغل على نفسه، فانت بتشتغل على نفسك وبتجيب المعلومات وبتذاكر ومحضر. احنا سعداء جدا ومستنيين بقى نتكلم معاك عن الصفقات المختلفه طبعا، وهنتكلم بقى عن ابدا برجال يد الاهلي، خلينا نبدا بيهم. قول لنا الجديد في الملعب. خليني بس قبل ما ابدا الكلام عن الالعاب الجماعيه، طبعا بتمنى للنادي الاهلي عنده مباراه مهمه امام نادي الداخليه النهارده في كاس مصر في دور ال16، ان شاء الله نتمنى التوفيق والفوز للنادي الاهلي وان شاء الله يتاهل لدور ال8. نروح بقى لكره اليد. كره اليد طبعا احنا كلنا عارفين قدموا موسم قوي. صحيح. موسم استثنائي، حققوا الدوري والكاس وحققوا السوبر الافريقي اللي منها تاهلوا لبطوله العالم للانديه. بصراحه القياده الفنيه او تغييرها في البدايه هي اللي خلت بصراحه الموسم يبقى استثنائي. يعني النادي الاهلي عنده دلوقتي المدرسه الاسبانيه في المديرين الفنيين الاسبان في كذا لعبه، فالنادي الاهلي في كره اليد دعم بشكل قوي في بدايه الموسم. كان في ناس طبعا او كل يعني مجموعه من جماهير النادي الاهلي كان ما عندهمش ثقه في البدايه في فريق اليد، لكن الحمد لله قدر فريق اليد ان هو يكسب 3 بطولات ويتاهل كمان لبطوله العالم للانديه، بعد طبعا دعم كبير وروح ما بين اللعيبه والقياده الفنيه اللي عملت حاله داخل الفريق. تعالى نقف شويه بقى عند القياده الفنيه دي الاسبانيه تحديدا، لان فعلا حكايه يعني ملفته للنظر. واكيد النادي الاهلي لما يكون بيتعاقد مع مدير فني عشان يعني يدرب اي فريق من الفرق الرياضيه المختلفه، عارف كويس هو بيعمل ايه، بيدرس تاريخ وسي في كل اسم معروضين عليه، ويحسن انتقاء الافضل للنادي الاهلي. صحيح. ليه اسبانيا بالذات؟ وواضح كده ان كمان يعني عاملين شغل على مستوى رياضات مختلفه، مش حتى رياضه بعينها. اكيد طبعا، هي مدرسه مختلفه، مدرسه رائعه، واحنا عندنا 3 مدارس دلوقتي في النادي الاهلي، يمكن الاسباني ديفيد ديفيز في كره اليد، وعندنا الاسباني الجديد لفريق كره الطايره، وعندنا كمان اجوستي. فالمدرسه الاسبانيه قدرت تنجح مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره في كره اليد، حققوا 3 بطولات الحمد لله، وكنا قادرين نحقق البطوله الرابعه، قالوا لنا يعني سوء التوفيق، والحمد لله ربنا اكرمنا وتاهلنا لبطوله العالم. عندنا مستر اجوستي مدرسه برضو اسبانيه قدرت تنجح مع النادي الاهلي، حقق اول موسم ليه مع النادي الاهلي 5 بطولات، الموسم الثاني بيحقق 4 بطولات وهيشارك برضو في بطوله العالم للانديه. فبصراحه هي مدرسه ناجحه، لما جت النادي الاهلي قدرت تنجح مع النادي الاهلي، وقدر ان هم يدوا حاجه فنيه مختلفه للعيبه النادي الاهلي، شفناها في الملعب وشفناها بطولات للنادي الاهلي.
كلام محترم. طب انت بتفسر بايه نجاح مدرسه عن مدرسه؟ يعني ايه السبب في نجاح المدرسه الاسبانيه او الفكر الاسباني معانا؟ عندهم فكر مختلف، عندهم شغل رائع يعني بصراحه. قدر يعني انا لو حبيت اتكلم عن اجوستي بشكل عام او بشكل خاص، اجوستي انا مسميه الساحر. هو جه مع النادي الاهلي قدر ان هو يطور من اداء اللعيبه، عمل روح ما بين اللعيبه وما بين بعضها، بيقدروا يشتغلوا على الحته الفنيه اكتر، بيقدروا ان هم يطلع من اللاعب كل اللي عنده، وده بنشوفه في الملعب. وقدر النادي الاهلي مع المدرسه الاسبانيه ان هو ينجح ويحقق كل البطولات هذا الموسم. يعني النادي الاهلي بيحقق موسم استثنائي زي ما حضرتك قلت يا كريم، 22 بطوله ده في الالعاب الجماعيه، انما لو اتكلمنا عن الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه فالنادي الاهلي محقق 35 بطوله. يعني النادي الاهلي بيقدم موسم استثنائي صراحه، كان فيه دعم وعلى مستوى العاب الصالات بشكل عام. طيب ايه اكتر الحاجات اللي اتغيرت واستجدت بعد ما بقى عندنا قياده فنيه اسبانيه جديده؟ يعني اكتر انعكاسات للقياده الاسبانيه الجديده على اللعيبه كانت في صوره ايه؟ اكتر حاجه الروح ما بين اللعيبه، بقينا بنشوف اللعيبه في الملعب. يعني احنا دايما كنا بنشوف عدم تركيز في الملعب، او في لعيبه بتطلع منهم، يعني بالنسبه لكره اليد بتطلع منهم كور مثلا بتكون حاجات خاطئه، انما قدر المدير الفني الاسباني ديفيد ديفيز ان هو يشتغل على الحته دي، وقدر ان هو يطور كتير جدا من اداء اللعيبه، وده شغل شفناه شغل فني. الروح الجماعيه رجعت وشهدت ناس كتير، وده شفناه في الملعب. يعني شفنا في الملعب بصراحه النادي الاهلي بيأدي اكثر من رائع في كل الالعاب، وقدر ان هو يستحوذ على كل الالعاب هذا الموسم. جميل، كلام جميل. بص بقى نخش على الصفقات. سهل المهم. هو يعني في اسماء هتعرف تقولها وفي اسماء ممكن لم يتم الاعلان عنها. خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا، ويمكن دي اللي انا عرفتها، ان في اهتمام كبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي متمثله في اداره النشاط الرياضي بدعم الالعاب الجماعيه او بدعم كل الفرق هذا الموسم. حلو. علشان نبقى في المقدمه دايما، زي ما النادي الاهلي حقق موسم استثنائي، احنا محتاجين ان احنا نحقق موسم استثنائي الموسم المقبل، لان الجماهير النادي الاهلي ما بتقبلش الا خلاص بالبطولات. خلاص اخدوا على ليفل معين بالظبط. خلينا نروح لرجال اليد بقى تحديدا، وطبعا استعداداتهم للمونديال. استعداداتهم ايه الصفقات بقى؟ احنا النادي الاهلي دعم، جبنا محمد مجدي من سموحه، ده لاعب كويس جدا بيلعب مكان علي زين، وبرضو جبنا محمد نبيل من الشمس برضو نفس المركز، اتنين لعيبة مميزة. إن شاء الله النادي الأهلي هيشارك في بطولة البوسنة الدولية الفترة اللي جاية بإذن الله، علشان منها يستعد لبطولة العالم للأندية. كمان بعد بطولة البوسنة ده هيبقى فيه الدوري، اللي الاتحاد طبعا لسه ما أعلنش عن موعد انطلاقه أو المواعيد الرسمية لانطلاق البطولة، بس دول هيكونوا بطولتين مهمين جدا استعدادا لبطولة العالم. أكيد في طبعا بعد ما نخش أو نبدأ استعداداتنا القوية لبطولة العالم أو قبلها بأيام، هيتم الإعلان عن محترفين ينضموا للفريق لمساعدة طبعا الفريق في البطولة. لكن خليني أقولك اللي هو بشكل رسمي الاتنين لعيبة دول اللي انضموا لفريق كرة اليد، وإن شاء الله إحنا عندنا لعيبة مميزة جدا يقدروا يصنعوا الفارق في الفترة اللي جاية مع النادي الأهلي. كويس. طيب بخلاف كرة القدم، لأن أكيد مش هنختلف حول شعبيتها وجماهيريتها وقدرتها الدائمة على جذب الكم الأكبر من أنظار الناس والمهتمين بالرياضة بشكل عام، طيب النادي الأهلي ما هوش النادي الوحيد اللي عنده فرق رياضية مختلفة بخلاف كرة القدم، في أندية كتير عندها رياضات مختلفة. إشمعنى النادي الأهلي اللي دايما بيكون حريص على أن يكون فيه إنجازات ومكاسب وانتصارات على على مستوى كل الرياضات أكتر من أي نادي تاني؟ يعني أي نادي تاني بتلاقيه مهتم فقط بالفريق الأول لكرة القدم فيه طبعا، وعلى استحياء بيهتم بالفرق التانية، علما بأن كتير من أو بعض النوادي دي برضو عندها إمكانيات مادية كويسة تسمح لها بأنها تدعم ملفات الرياضات الأخرى، ومع هذا ده ما بيحصلش. أكيد طبعا. عايز أقول لك على حاجة مهمة أستاذ كريم، أن النادي الأهلي وجماهيره ما بيقبلوش إلا بالبطولات، وما بيقبلوش غير أن هم يبقوا في المركز الأول. فالنادي الاهلي ما بيهتمش بكره القدم فقط لا غير. النادي الاهلي محقق موسم استثنائي في كره القدم، وبرضه محقق موسم استثنائي في الالعاب الجماعيه. فالنادي الاهلي بيبقى حريص دايما على كل الالعاب، وحتى بنشوف في النادي الاهلي حاجه مختلفه جدا، ان هو مهتم بكل حاجه داخل النادي الاهلي، مش كره القدم بس، لكن الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه، بيهتم بالاعضاء، بيهتم بكل حاجه داخل النادي الاهلي تبقى رقم واحد. وهو ده سر نجاح النادي الاهلي، ان هو دايما بيكون موجود على منصات التتويج، ودايما النادي الاهلي رقم واحد في كل حاجه.
فهو ده سر نجاح النادي الاهلي، ان هو بيهتم بكل حاجه، مش بيكلم مش بيهتم بس بكره القدم وما يهتمش لا بالالعاب الجماعيه او الالعاب الفرديه، هو مهتم بكل حاجه، وده الحاجه الجميله والحلوه اللي بنشوفها في النادي الاهلي اللي بتختلف عن اي نادي اخر. حلو جدا. طب لو هنروح بقى، بص انا همسك رياضه رياضه أكيد. عايزه اروح لسيدات، سيدات اليد، سيدات اليد برضو سيدات اليد من الفرق اللي مؤخرا ابتدينا نسمع عن مستوى افضل بكتير في النتائج بالنسبه لهم، فده برضو نقله مختلفه وموسم فعلا استثنائي ليهم. خلينا نتكلم اكتر ولو في صفقات كمان جديده. خليني اقول لك المعلومه اللي عندي في كره اليد سيدات، ان المحترفه مكمله مع النادي الاهلي، موجوده في النادي الاهلي، النادي الاهلي بيضم عناصر مميزه من اللاعبات، شفنا الموسم اللي فات النادي الاهلي قدر يحقق الكاس والدوري، وقدر ان هو يحقق ميداليه في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه، يمكن كانت غايبه عن النادي الاهلي بقالها فتره كبيره، فبدايه الموسم كمان تم تغيير القياده الفنيه، زي ما بتكلم على تغيير القياده الفنيه في كل الالعاب. يعني ده مفتاح النجاح، خلينا نقول يعني النقله النوعيه في الرياضات المختلفه داخل النادي سببها تغيير بعض القيادات الفنيه، لان انعكاساتها جايه بايجابيه، بس هل ده كان مشكلتنا اصلا؟ لا مثلاً؟ هو مش مشكله، احنا الفكره ان انت لما بتغير مدير فني، المدير الفني بيجي، هو المدير الفني بيبقى شايف هو محتاج ايه في الفرقه، محتاج ان هو يدعم بايه او المراكز اللي هو محتاجها، فالنادي الاهلي بيوفر ده على طول، يعني النادي الاهلي لما بيطلب منه دعم في اي مركز من مراكز الالعاب الجماعيه او الالعاب الفرديه، بصراحه النادي الاهلي ما بيتاخرش باي شيء، فالنادي الاهلي دايما بيلعب على حته ان هو يبقى دايما رقم واحد، فالقياده الفنيه سبب مهم جدا، لكن الروح ما بين اللاعبات لما بيكون معاهم مدير فني على اعلى مستوى بيقدر يغير من ادائهم في الملعب بشكل ويطور كمان. بشكل كبير، ده اللي بنشوفه داخل الملعب وبنشوفه بطولات على ارض الواقع. جميل. تعال بقى ناخدك شويه بعيدا عن النادي الاهلي وهنرجع له تاني، بس انا عايز اتكلم على حته مهمه جدا في قصه الصفقات، انا عايز بس اقول على حاجه مهمه، ان في اهتمام خاص بقطاع الطايره في النادي الاهلي، عشان بس جماهير النادي الاهلي يمكن قلقانه شويه على قطاع الطايره في النادي الاهلي، لكن في اهتمام كبير جدا في النادي الاهلي. الناس قلقانه من ايه على قطاع الطايره؟ لان احنا طبعا لما خسرنا السنه اللي فاتت في الرجال والسيدات، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نحقق بطولات، فالسنه دي طبعا كانوا بيطالبوا ان هيشوفوا هم عايزين ايه او محتاجين ايه في القطاع ده، او محتاجين ان هيكون في دعم الفتره اللي جايه، لكن المعلومه اللي عندي ان هيكون في اهتمام كبير جدا، اهو جه مدير فني اسباني للفريق الاول لكره الطايره، كره الطايره سيدات، في مدير فني جديد الكابتن ابراهيم فخر الدين، فان شاء الله في اهتمام كبير جدا للقطاع ده، وهنشوف فيه صفقات قويه ان شاء الله، طبعا هيتم الاعلان عنها بعد ما طبعا يتم الاعلان عنها رسميا من النادي الاهلي، لان دي سياسه النادي الاهلي، احنا ما نقدرش طبعًا نعلن طبعًا عن اي حاجه لما النادي الاهلي يعلن بالفعل. عنها. طيب تعالى بقى نروح للدوله المصريه نفسها أكيد. والحقيقه طبعًا احنا بقالنا فتره يعني، ودي حاجه كلنا واخدين بالنا منها، ان في نجاح ملحوظ للدوله المصريه في حسن استضافه وتنظيم فعاليات اكبر واهم البطولات الرياضيه على مستوى العالم، بما فيها بطولات عالم وكؤوس عالم، يعني في الفتره الاخيره كان عندنا بطوله عالم تقريبا في الرمايه، وقبل منها في السباحه بالزعانف صحيح. واعتقد في الخماسي الحديث لو صحيح. انا مش غلطان، والحقيقه برضو كلمه حق لازم تتقال، كل الناس وكل الوفود اللي كانت بتشارك في اي بطوله منهم بعد ما بيرجعوا بيقولوا احلى كلام عن اكيد طبعا، واشاده عالميه كبيره يعني بشكل كبير قوي الحقيقة. اكيد طبعا. سر ده ايه في رايك؟ صحيح. بص عايز اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ كريم، ان مصر في الفتره الاخيره هي بتشهد نجاح كبير جدا في تنظيم كل البطولات، بصراحه بنشوف على ارض الواقع حاجه مشرفه جدا، الرياضه المصريه شهدت طفره كبيره بدعم من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني عايز اقول لحضرتك ان الرياضه فعلا في مصر بقت بتشهد طفره كبيره، بنشوف مصر بتنظم العديد من الاحداث وبتنجح في كل هذه الاحداث، بنشوف اشاده عالميه من كل الدول بتنظيم مصر، فبصراحه السبب النجاح هو التنظيم الرائع، وبنشوف على ارض مصر يعني تنظيم كبير جدا، وبنشوف لاعبتنا موجودين على منصات التتويج دايما، فبصراحه مصر في الفتره الاخيره قدرت تنجح في كل المحافل الرياضيه اللي نظمتها. كان دي التصفيات الان بي اللي احنا كنا بنتكلم عنها برضو، ده كروري المخرج معانا، ده ماتش الاهلي اول
برضو مسورة أكثر من رائعة بصراحة. بس عايز أسألك على حاجة برضو، الاهتمام الجماهيري بالرياضات المختلفة وال يعني والبطولات اللي احنا بنتكلم عنها وكريم دلوقتي بيتكلم عنها المختلفة الدولية اللي بيبقى فيها عدد كبير جدا من وفود وغيره جاي وجاليات جاية، فهل الاهتمام بقى الجماهيري بتشوفه في محتاج زيادة شوية؟ يعني لا في أنا عايز أقول لك على حاجة، في جماهير النادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي مختلفة جدا، جماهير النادي الأهلي لو إيه يخص النادي الأهلي هم بيروحوا وراه اي لعبه، بنشوفهم موجودين في الالعاب الفرديه وعارفين اللعيبه واحد واحد جدا ومتابعين لحظه بلحظه. عايز اقول لك ان لو النادي الاهلي حصل اي خساره، وده ما بيحصلش طبعا الحمد لله، بنشوف جماهير النادي الاهلي دي زعلانه، فجماهير النادي الاهلي دايما موجوده بصراحه وبتشجع كل الفرق مش كره قدم بس. بصراحه انا بشوف جماهير النادي الاهلي ماليه الاستاد في كل حته وماليه الصالات والمنتخبات كمان يا رشاد، وفي المنتخبات لا خليني بقى قصة المنتخبات دي، ان فعلا النادي الاهلي داعم كبير جدا لكل المنتخبات الوطنية. بنشوف مجموعة كبيرة جدا من اللاعبات داخل النادي الاهلي موجودة في المنتخب، يعني احنا عندنا في منتخب السلة سيدات موجود 4 لاعبات، وفي منتخب السلة رجال موجود 6 لاعبين، عندنا بصراحة لعيبة كتيرة جدا، وفي منتخب الطايرة هيكون برضو في حوالي من 6 لـ7. يعني ده وضع كرة القدم عادي، يعني المنتخب دايما يكون العدد الأكبر منه من النادي الأهلي. النادي الأهلي أكبر داعم كبير جدا للمنتخبات الوطنية، ولاعبتنا دايما بيشرفونا بصراحة مع المنتخب زي ما هما بيشرفونا في النادي الأهلي. جميل. طب لاعبي ولاعبات النادي الأهلي بقى في الرياضات المختلفة بيستعدوا لإيه الفترة الجاية؟ إيه البطولات اللي إحنا إن شاء الله النادي الأهلي هيشارك فيها قريبا؟ إحنا كرة اليد طبعا عندهم بطولة البوسنة الدولية دي، وبعد كده عندهم الدوري. النادي الأهلي طبعا، وبعد كده طبعا كلنا عارفين بطولة العالم للأندية. كرة الطايرة رجال وسيدات عندهم برضو الدوري بقى والكاس، والاستعداد للموسم الجديد. كل الفرق بدأت تدريباتها طبعا، لكن بس لسه ما تمش الاستقرار على التدريبات القوية، لأن لسه طبعا مجموعة من الفرق ما فيهاش القوام الرئيسي بتاع الفرقة، لأن طبعا زي ما أنا قلت لكم من شوية إن اللاعبات أو اللاعبين موجودين مع المنتخبات الوطنية، فلسه ما تمش الاستعداد القوي، لكن اللعيبة بدأت تتمرن، بدأت تستعد بكل قوة، وإن شاء الله بإذن الله يحققوا موسم استثنائي زي الموسم الماضي. أنا في حاجة لفتت نظري وإحنا عمالين يعني دلوقتي نشوف بعض الفيديوهات المختلفة والتتويج المختلف للنادي الأهلي برياضاته المختلفة وفرقه المختلفة. كابتن محمود الخطيب، إحنا بنتكلم لغة أرقام وبواقع، هو يمكن أكتر يعني مدير رئيس نادي عفوا قعد او كان موجود على منصه التتويج، يعني فكر كده بعدد البطولات والتتويج اللي هو كان مشارك فيها حفلات التتويج. ده غير رقم من اعلى الارقام، ده غير المرات اللي هو اناب فيها غيره كمان اللي يقف. صحيح. فيعني خليني اقول لك والله، يعني الكابتن محمود الخطيب يعني اسطوره كبيره صراحه، النادي الاهلي تحت قيادته محقق العديد من البطولات، بنشوف موسم استثنائي بصراحه في الالعاب الجماعيه، بنشوف موسم استثنائي في كره القدم، يعني شايفين روح اللعيبه، وشوف اللعيبه بتعمل ايه مع الكابتن محمود الخطيب دايما، وحركه متكرره كمان يعني، وحركه متكرره في كل الرياضات في كره القدم، وبنشوفها في الالعاب الجماعيه. فمهما نتكلم عن الكابتن محمود الخطيب بصراحه مش هنوفي له حقه، بس النادي الاهلي بصراحه تحت قياده الكابتن محمود الخطيب محقق نجاح كبير جدا وملحوظ، وان شاء الله نقدر نحقق الفتره اللي جايه العديد من البطولات. اللقطه دي معنا. اللقطه المتكرره دي زي ما حضرتك تفضلت من شويه وقلت ايه انها بنشوفها في كره القدم وبنشوفها في يعني في رياضات مختلفه، بس هي لقطه بليغه قوي، بتقول كلام كتير، بتقول كلام يعني انا عايز يعني اقول فكره إن اصرار كل اللعيبه واللاعبات ان هم لما بيكونوا في منصه تتويج لازم يلبسوا كابتن محمود الخطيب الميداليات بتاعتهم. لان خلي بالك يا استاذ كريم ان اللاعبين واللاعبات هم شايفين بالنسبه لهم ان الكابتن محمود الخطيب ده اسطوره ورمز، بيتعاملوا معاه كاب طبعا. فده دي الحاجه التلقائيه اللي بيعملوها اللعيبه او اللاعبين، ان هم بيدوا له حتى عايزين يوفوا له جزء حتى لو بسيط من حقه، فيها امتنان صريح. صحيح يعني صحيح. فهي دي عاده النادي الاهلي بصراحه. أنا عايز أكلمك بمناسبة بقى الرمز والقدوة، وهروح معاك شوية للناشئين يعني الرياضات المختلفة. أكيد. ده الأساس اللي أنت بتبني عليه مستقبل النادي أو مستقبل المنتخب أو غيره. كلمنا شوية عن قاعدة الناشئين عندنا في الرياضات المختلفة، وهل فعلا فكر النادي الأهلي زي ما كنا بنسمع إن أنا أعتمد على أولاد النادي اللي بيجوا أكتر من فكرة الصفقات والفكر أو الدم الأوروبي أو غيره المختلف اللي بيجي ينضم بعد كده بصفقات احترافية، واللي هي
هي طبيعيه ان هي تكون موجوده، بس النسبه اكتر ان انا اعتمد على الناشئين وان انا اسسهم صح، وفي نفس الوقت ان انا اديهم الرموز اللي هي معاهم في الاكاديميات او في القاعده بتاعت الناشئين، مدرسه الناشئين يعني، ان هم يشوفوها قدوه ليهم ويبتدوا يحتازوا بيه في المستقبل زي ما كنت بتتكلم عن كابتن محمود. صحيح، خليني اقول لك ان قطاع الناشئين والناشئات في النادي الاهلي بيمتلك عناصر مميزه جدا جدا جدا، وبنشوف مين العناصر دي موجوده في الفريق الاول وبيقدموا مستوى طيب ورائع طول الموسم. خليني اتكلم بس في نقطه مهمه جدا، وهي السنه اللي فاتت ان النادي الاهلي تم الاعتماد على الناشئين، على اولاده او الشباب من ولاده مسكهم، يعني زي مثلا الكابتن مودي الجرحي كان موجود في قطاع الناشئين والناشئات لكره السله، قدم مستوى طيب، حقق العديد من البطولات في القطاع. والسنه دي برضو هنشوف برضو النادي الاهلي بيعتمد على اولاده في قطاع، فكره ان انت بتعتمد على الشباب في النادي الاهلي ان هم يكونوا موجودين مع السن الصغير دول، بيقدروا ان هم يدوهم خبره من اللي هم اتعلموهم على مدار سنينهم مع النادي الاهلي. فالنادي الاهلي بيمتلك بصراحه مواهب كبيره جدا في قطاع الناشئين والناشئات، هيكونوا مستقبل النادي الاهلي في الفتره اللي جايه ان شاء الله. احنا للاسف وقتنا انتهى في الفقره الاولى، يا دوب نلحق نقول لك شكرا جزيلا، نورتنا. انا بشكرك يا استاذ كريم وبشكرك يا استاذ نهاوند، وسعيد جدا ان انا كنت موجود على قناه النادي الاهلي. مشكورك جدا، وده مكانك في الاول في الاخر طبعا، نشوفك قريب باذن الله، وكمان يعني اكيد اخبار تكون كالعاده كواليس وانفرادات ان شاء الله بعد ما يعلنوا الصفقات باذن الله. انا عارفه انت عندك الاسماء، بس طبعا بنلتزم اكيد بالاعلان طبعا، احنا اكيد بنلتزم بسياسه النادي. خلينا نروح فاصل ونرجع مع حضراتكم للفقره الثانيه، خليكم معانا. كلام كتير عن ماتش النهارده طبعا بين الاهلي والداخليه في كاس مصر، وكمان عايزين نتكلم عن استعدادات الفرق الاوروبيه للموسم الجديد. هنناقش كل ده واكتر مع الاستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الفل. منور الدنيا كلها. بنور حضرتك. بنسعد كل مره بتنورنا فيها في البرنامج. اهلا بحضرتك. شكرا. نبتدي بقى بماتش الداخليه النهارده في الكاس، وتوقعاتك لهذه المباراه ورؤيتك لكيفيه اداره كولر للقاء، ويا ريت بقى لو الرؤيه دي كمان شامله توقعاتك فيما يتعلق بمساله استعانه كولر بمجموعه من الشباب في اللقاء ده لاعتبارات كتير انت عارفها. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، المباراه طبعا في كاس مصر، الكاس يعني احد اهم سماته المفاجات، عشان كده النادي الاهلي لازم يخشى النهارده من المفاجاه، لان طبعا الطبيعي والمنطقي وعلى الورق وكل حاجه تقول الاهلي هو اللي يكسب. الفرق طبعا كبيره جدا بين الاهلي البطل لهذا الدوري والداخليه اللي نجا من الهبوط في اخر مباراه. كمان ظروف الداخليه بكل امانه سيئه جدا النهارده، يعني السكواد مش كامل، عنده شويه ظروف كده، ما فيش مدير فني، لكن هم حاولوا حتى ياجلوا المباراه وكان عندهم حق، والنادي الاهلي وافق على فكره، ولكن اتحاد الكره رفض عشان ضيق الوقت او الظروف بتاعته او ضيق الرزنامة بتاعته، لكن طبعا ده شيء، وسعي النادي الاهلي اللي هو يقتل حته المفاجات، لان هي دايما بيبقى المفاجات موجوده كتير في الكاس، لان طبعا مباراه واحده ما فيهاش مساحه المفاجات، هي مفاجات، فهي بطوله المفاجات اساسا، لان يعني بيبقى ماتش. لا انا قصدي اقول لك ما ينفعش نتلقى مفاجاه مش على هوانا، وعشان كده كولر عارف كده كويس، عشان كده النهارده يعني انا بتوقع ان هو مش هيجازف قوي بحته، مش هيبدا قصدي او مش هيستعين كتير بمجموعه الشباب، بالعكس ده هو ارح الاساسيين في المباراه الاخيره في الدوري كانت ضد المصري، فهو هيرجع بقى السكواد بتاعه راجع زي ما هو، فيقدر يعمل ده النهارده على الاقل لو استعان بمجموعه الشباب زي ما حضرتك قلت، يبقى بعد ما يطمن للنتيجه اللي هي تبقى مثلا فرق اثنين على الاقل حسب سير المباراه طبعا، لكن بكل امانه النادي الاهلي النهارده خلاص خلص مرحله الدوري طبعا، اللي هو كان انهى فاز باللقب قبل النهايه بحوالي خمس اسابيع او اربع اسابيع، فالموضوع بالنسبه له كان يعني الماتشات شبه تجريبيه، لكن خلاص هو النهارده دخل في بطوله النوك اوت خلاص، ما فيهاش اي تعويض، عنده مباراه قويه في حال فوزه النهارده ان شاء الله على الداخليه، هيلاعب المصري في مباراه قويه في ربع النهائي يوم الخميس، تحسبا بقى لمباراه نصف النهائي وبقت مشوار البطوله، طبعا هي البطوله الوحيده اللي باقيه من الموسم الحالي هي بطوله كاس مصر، هي طبعا اكيد هتخش في الموسم الجديد، وده طبعا وهيفتحوا يعني برضه الكاسين على بعض زي ما حصل بالظبط. لا ده هيبقى كاسين وهيبقى في حاجات ثانيه، عشان بس ما تاريخ الدوله الوحيده اللي فيها حاجه زي كده بالظبط، يعني بتحصل في اي حته ثانيه؟ لا 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 ما فيش الكلام ده، ما بيحصل عندنا احنا بس، يعني حتى كان حصل لي مش شويه في المغرب السنه اللي فاتت عشان ضغط مواشات، بس ما حصلش تاني ومش هيحصل تاني. انت عندك هم دايما عندنا مسؤولين الكوره يقول لك انت داخل على موسم استثنائي، موسم استثنائي، الموسم اللي جاي بقى مش استثنائي، الموسم اللي جاي كارثي بمعنى الكلمه. يعني انت عندك الدوري، الكاس القديم اللي هو هيستكمل فيه نصف النهائي والنهائي مثلا، وعندك بطوله كاس الرابطه، وعندك السوبر المستحدث اللي هو اصلا انت مش عارف تلعب ماتش،
فعملتوا اربع فرق، هتعمل دوره مجمعه بالاربع فرق، ما اعرفش ليه، يمكن عشان الرعاه ويمكن عشان الفلوس، بس انت بتضغط اكتر. بالاضافه انت عندك كاس سوبر الافريقي للنادي الاهلي، عندك كاس عالم الانديه للنادي الاهلي، عندك اوريدي الزمالك بيلعب في البطوله العربيه حاليا، عندك تصفيات كاس الامم الافريقيه وتصفيات كاس العالم، كاس العالم بعدين بطوله كاس الامم الافريقيه نفسها في اول يناير، وبعدين عندك دوره الالعاب الاولمبيه في باريس. اللعيبه دي مش هتروح بقى بيوتها؟ لا ما هو احنا يعني خلاص احنا كلنا نقعد في الاستاد ويعني ما اعرفش موسم كارثي وليس استثنائي الموسم اللي جاي، لازم يشوف له حل. يعني لازم الدوري السنه الجايه يكون استثنائي، بمعنى انه يكون يا من مجموعتين يا اما من دور واحد، يعني شوف له حل انه يكمل بالدورين، يعني كارثي على كل اللعيبه واجهاد رهيب على الجميع، كارثي على الموسم اللي بيبقى بعده دايما. يعني احنا خارجين من الموسم ده اوريدي اللعيبه منهكه، واخده فتره راحه هتبقى صغيره جدا، هترجع بعد كده يعني للامانه حسنا فعل النادي الاهلي انه اعتذر عن البطوله العربيه، لان هو فعلا لو تخيل لو كان بيلعب طب هيلاقي فين وقت، يعني عايز يدراحه، عايز يدراحه سلبيه. فعشان كده الموسم اللي جاي مش استثنائي، وما دام يقول لك الموسم اللي جاي استثنائي، الموسم لا، الموسم بقى اللي جاي التراكمات دي خليته موسم كارثي. يعني انت لازم تشوف حل في الدوري، الدوري زي ما عامله تونس كده بتعمله مجموعتين. بنقول لازم نشوف حل بقالنا كتير، وعلى حد ذاتنا على المستوى الشخصي بقالنا 3 سنين في قناه هم بيقولوا بنشوف حل، هم بيقولوا هنشوف حل، بس ما بيشوفوش حل، بالعكس بيزودوا. يعني مثلا رابطه المحترفين او رابطه الانديه المحترفه لما مسكت الدوري وقالت هيبقى الموسم بقى استثنائي ونحاول نشوف الحل، راحوا عاملين كاس الرابطه زودوا السنه دي، مزودين كاس السوبر بالشكل اللي هو الجديد اللي هو 4 أندية ده اللي هو ملوش، يعني انت احنا بنلعب ماتش بالعافيه، يا بنلعبه في القاهره يا بنروح نلعبه في الامارات، يعني بيبقى ماتش وفي وسط الماتشات كده اخطف وخلص عشان نخلص. لكن انت عملته 4 بعيدا بقى عن الجدل مين الاربعه، دي قصه ثانيه. لكن الاربعه الكلام ده بتتعمل في اسبانيا، بيتعمل في ايطاليا لامور تسويقيه، يعني ماشي. انت اصلا عندك ضغط ماتشات، انت كمان بتجيب ماتشات عليك، ده انت منتخب الاولمبي عندك بسم الله ما شاء الله تأهل دورة باريس الألعاب الأولمبية، فمحتاج دورات ماتشات ودية ومعسكرات قبل وعندك المنتخب لسه الجولة 6 والأخيرة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية اللي احنا خلاص اتأهلنا لها، وبعدها تبدأ تصفيات كأس العالم اللي هي 2026 تبدأ السنة دي، وبعدين كأس الأمم الأفريقية نفسها في أول يناير واللي هو الأولمبياد بتاع باريس. يعني انت هتجيب منين؟ والاهلي عنده كاس عالم الانديه وعنده اللي هو كاس السوبر الافريقي وعنده السنه الجايه كله داخل بقى السنه الجايه عنده كاس عالم الانديه الكبيره يعني قصه الدنيا دي الدنيا احنا عندك تعبنا وحضرتك بتحكي والله يعني تخيل بقى لما نلعب يعني بالظبط. فلازم يشوف لهم حل، لازم يعني لازم المسؤولين ما يبقاش مجرد كلام، شوف حل. بس انا اشك ان يكون في مسؤول عنده حل ومش عايز يطبقه، يعني منافي للعقل. طب حلو انا مع حضرتك، طب يبقى ما تزودش بقى، يعني انت العمليه اصلا هي مش محتاجه، انت ليه بتعمل لي كاس سوبر من 4 فرق بتزود ماتشات ليه؟ عشان انا فاهم ان ده رعاه وفلوس، طب ازاي يعني؟ انت ليه في وسط كل عملت اصلا كاس الرابطه؟ ماشي هنقول كاس الرابطه ما بتبقاش بالاساسيين وحاجه، لو انها برضو بقت بالاساسيين السنه دي ويعني عشان بتبقى بطوله بتفلت من الاهلي والزمالك وبيراميدز فبدا ياخدها انديه ثانيه فتبقى حاجه كويسه ليهم، يعني ما هي برضو ضغط ماتشات ما هي في النهايه ماتشات. طب ماتش لو حضرتك كنت انت الشخص صاحب القرار وصانع قرار تحل اللعبكه دي ازاي؟ شوف الدوري، بس هو الرزنامه الاكبر في كل دول الدوري، ماتشات الدوري انت عندك 18 كمان الاطول كمده هو الاطول 34 اسبوع احنا 18 34 اسبوع ده كتير جدا، اعمله بقى يعني يبقى بشكل استثنائي السنه دي، يا اما من مجموعتين او دور واحد يعني ويبقى الجميع موافق عليه، يعني عشان حل للارهاق اللي احنا فيه، يعني اعملوا مجموعتين. ما هي تونس عامله مجموعتين، ما هو انت المشكله عندك ان انت عندك البعض من الناس لما حد يفكر في اي حل يقول لك بص لا ده كده يعني بيحابوا فريق على مش هتخلص فريق. مش هتخلص خلاص، يعني في ناس ما بيعجبهاش اعملوا مجموعتين أصلاً. اعملوا مجموعتين وقرعه واللي يجي معي يجي، مش مهم، مش فارقه يعني، يعني في النهايه مش الامر مش كارثي، يعني اعمل مجموعتين وخلي دوره مجموعه للتتويج ومجموعه للهبوط زي ما حصل في تونس يعني، او بيحصل العمليه بتبقى بتقلل ماتشات شويه عشان انت النهارده كتير جدا عدد ماتشات كبير جدا وضغط ضغط ضغط، وبتيجي في النهايه تيجي لعب ماتشات ورا بعض بتاثر على الفرق والفرق واللعيبه في الاول في اخر بشر مش مكان يعني، فالموضوع صعب بصراحه بكل امانه. يعني لابد ان هم من دلوقتي
ما يقوليش الدوري هيبدا كذا، لا يا جماعه انتوا يعني شوفوا حل، هو اللعب كله يكون في الدوري، لان الكاس شينا ما بينها ماتشات قليله مش كتيره، كاس الرابطه برده معديها مش مشكله، الرزنامة الدوليه، وبعدين ده انا ناسي كمان دوري السوبر الافريقي اللي هو بتاع الاهلي، بطوله السوبر الافريقي اللي الاهلي هيشارك فيها، والاتحاد الافريقي اعلن انه اثناء المشاركات الفرق اللي هتشارك فيها اللي منها الاهلي لن يشارك في البطولات المحليه، ده قرار من الكاف. طب هتعمل ايه تاني؟ تضغط تاني تضغط تاني تضغط تاني؟ لا، الامور بصراحه كده هتخرج عن السيطره، انت اللي في ايدك هو الدوري، الدوري هو المسابقه الاطول بالنسبه لك، بتقعد سنه كامله، انت لو عملت دور واحد او لو عملت دور مجموعتين اكيد هيقل عنك، تخف على نفسك كتير يعني، كل ده وما عملناش ماتشات وديه للمنتخب والاولمبي وما عملناش حاجه، ما حدش عمل حاجه، كان زمان في قبل الموسم ما يبدا معسكرات، الاهلي مش عارف يسافر المانيا، الزمالك يروح مش عارف النمسا، خد استعدادات الكلام ده خلص، ما بقاش موجود، لان الناس اصلا ما بتصدق تاخد اجازه، ما هو ليه الاهلي السنه اللي فاتت وكان قرار رائع جدا من مجلس اداره النادي الاهلي قبل الجهاز الفني لما الموسم وما كانش الاهلي بطل الدوري، كان الزمالك راح مريح اللعيبه في اخر كام مباراه بعد ما ضمن طبعا المشاركه قانونا ورسميا في بطوله كاس دور الابطال، وراح مريح اللعيبه مش فارقه بقى خلاص، لان هو هيدي امتى راحه للعيبه، راح مدي راحه سلبيه، عشان كده الاهلي تاني سنه اثر عليه بشكل ايجابي وحصد كل البطولات، اللي هي المشكله اللي السنه دي هيبقى فيها نادي الزمالك، بس ده يعني له شان اخر في الحديث يعني، فهي دي الفكره، ان انت لو انا مسؤول هو ما عنديش غير الدوري، اشوف حل مع الرعاه مع البث الفضائي مع اي حل، عشان انت كده بتموت كل اللعيبه، وده مش من مصلحه المنتخبات كمان، كله هيشرب الارهاق، كله هيتغلب، كله هي المستوى هزيل هزيل هزيل، وانت هتكسب ايه في الاخر؟ الدوري، طب ما ايه المشكله؟ ما ياخد الدوري الاهلي الزمالك البيراميدز الاسماعيلي اي حد، مش ده مش ده مش الهدف بالنسبه لي، الهدف بالنسبه لك ان انت تقوي المنتخب، انت كده بالشكل ده ما بتقويش المنتخب، وخصوصا ان منتخب مصر قوامه الرئيسي من الدوري المحلي وليس مثلا زي الدوري المغربي، يعني الناس تقول لك مثلا الدوري المغربي ليه مشكلته محلوله؟ لان ما بيقفش في التوقفات الدوليه، لانه اصلا القوام الرئيسي كله لعيبه محترفين طبعا، فمش هيوقف ليه الوداد والرجاء والجيش الملكي والكلام ده، ما هيقفوا ليه؟ لكن انت بتضطر تقف لان انت عندك سته من الاهلي مش عارف سته من الزمالك اربعه من مش عارف مين، فلازم تقف عشان مبدا المساواه، فالامر يختلف، فانت الحل عندك قبل ما الدنيا تبدا بدري كده، الحق نفسك وشوف حل في موضوع الدوري، يا دوري من مجموعتين او دور واحد ايا كان، شوف لها حل يعني ان شاء الله يعني يا رب. عايزه اروح معاك بما ان احنا بنتكلم على الدوري طالما فتحنا الملف ده، عايزه اروح شويه للانديه، واتكلمنا مع برضو ضيوفنا المختلفين وكل واحد كان ليه وجهه نظر مختلفه، يعني الانديه الشعبيه وانديه الشركات وتاثيرها على الدوري، هل احنا بنساعد على تقويه وتطوير الدوري والمصري ولا ده بالعكس بياخدنا لورا وبيؤدي في المستقبل ل يعني ممكن القضاء على بعض الانديه الشعبيه اللي هي مش هتقدر تستمر مع مقارنتها برؤوس الاموال للشركات المختلفه، وازاي ممكن نحل ده؟ موجود في العالم ولا لا؟ يعني خلينا نتكلم في الملف ده اكتر. والله اقول لحضرتك على حاجه، هو للاسف احنا لما بنيجي نتناول الكلام ده في مصر بنتناوله بشكل عاطفي، يا جماعه حرام، زعلانين ان اسوان هبط، وزعلانين ان غزل المحله هبط، والاسماعيلي النادي الكبير كان على وشك مش عارف ايه لا الكلام ده يعني كلام عاطفي، النهارده الكره بقت بزنس، الموضوع منتهى، يعني اقوى نادي في لغه العالم. راس المال هي المسيطره، وهو ده الصح من وجهه نظر. هو ده الصح. هو كان في نادي اسمه الاسيوطي، كان نادي برضو الاسيوطي كان زيه زي غزل المحله، النهارده بقى بيراميدز، بقى نادي بيشارك في دوري ابطال افريقيا، نادي قوي بينافس يعني، موجود شئنا ما بين، ما هو ده يعتبر انت بتشتري نادي اوريدي شعبي بتطوره، لكن في بقى شركات بتبقى باسم الشركه من البدايه، ما ده فرق والله كبير. بزنس. هقول لحضرتك على حاجه، ما عندنا اكبر نادي في العالم واقوى نادي في العالم حاليا وفي الدوري الانجليزي مانشستر سيتي، مانشستر سيتي كان لحد وقت قريب قبل ما يبقى فيه الملاك الاماراتيين، كان مانشستر يونايتد هو ملك المدينه وهو اللي مستحوذ والنتائج كبيره، هو موجود في وسط الجدول، منطقه دافئه، ما بيهبطش وما بيكسب، النهارده بيكتسح البطولات، بطل البريمير ليج في السنوات الاخيره، دوري ابطال اوروبا اخيرا، فريق مكتمل، اقوى فريق في العالم، ليه؟ لان الماده هي اللي دخلت، هي اللي اتحكمت، ما حدش هيقول بقى والانديه الشعبيه يا جماعه مانشستر يونايتد بيعاني، ما يعاني، بس الماده برضه ما منعتش ان واحد زي رياض محرز يسيب مانشستر سيتي ويروح للدوري السعودي، عشان المادة برضه، الماده فيه اكبر من الماده برضه، ما هي ماده راح من ماده الماده، ما بعدناش يعني والله. رايك ايه في اللي حاصل سعوديا واستقطاب يعني نجوم العالم، وطبعا اخرهم رياض محرز وساديو ماني بشكل ومبابي، وضعه ايه بالمناسبه؟ كنا بنتكلم من شويه وانا قلت القصه بتاعته، ازمته دي هتنتهي على ايه في رايك؟ طب نتكلم على ازمه امبابي في الاول، ازمه امبابي انا شايف ان هي طبعا هي علاقته بباريس سان جيرمان مفترض ان هي انتهت، عشان اي حاجه في الكوره ممكن تحصل، لان هو حصل حاجتين من الاثنين جامد. هو لما اتسال من الفرنسي فوتبول الصحفي بيقول له انت هتبقى في باريس سان جيرمان؟ قال لك البقاء في باريس سان جيرمان غير مفيد، لان هو نادي منقسم،
منقسم دي خدتها الاداره على نفسها. هو يقصد كده فعلا ان الدنيا طبعا بايظه. فردوا عليه ان هو خلاص انت تدرب مع الفريق الرديف وانت مش مع البعثه اللي رايحه تلعب الماتشات الرحله الاسيويه. النهارده انا كان في وجهه نظري كان الحل الامثل هو الحل الذي يرضي جميع الاطراف في ازمه مبابي، يرضي باريس سان جيرمان، يرضي مبابي، يرضي ريال مدريد اللي عايز ياخد مبابي، هو العرض السعودي للهلال السعودي، لان هو هيدي رقم 300 مليون يورو او 300 مليون يورو. فخلاص كده اعلى من كريستيانو رونالدو طبعا. باريس سان جيرمان هياخد الفلوس اللي دفعها يعني بدل ما عمال يدفع وخلاص، ادي حاجه. الحاجه الثانيه هتقول لي يروح السعوديه ازاي؟ طب ما هو عنده ريال مدريد، ما هو مديله شرط ان هو الرحيل بعد عام واحد فقط لنادي ريال مدريد، غير كده لا. ونادي ريال، وبعدين هم كمان الاداره السعوديه، اداره الاهلي السعوديه عملت حاجه رائعه جدا، هي استاذنت اداره باريس سان جيرمان انها تتفاوض مع اللاعب، وده كان شيء رائع. هو النهارده عايز يروح على طول ريال مدريد، ما فيش مشاكل. ريال مدريد تحس ان هو رايح فعلا، هو هي شكلها رايح لريال مدريد بشكل رسمي، لان حتى في لورتوني بريز ادى اوامر لكل عناصر ريال مدريد، اداريين، مدربين، اللاعب ما حدش يتكلم خالص على صفقه على مبابي، يعني حتى قال لك في الحوارات الصحفيه لو حد قال لكم رايكم فيه ما تتكلموش. فده بيوحي بحاجه ان هو في، يعني في حاجه بتخلص، في حاجه قريبه. كمان هزيمه امبارح اللي هي الفجر برشلونه من ريال مدريد من برشلونه بثلاثيه نظيفه في الماتشات الوديه دي، برضو بتقول لا انت محتاج مبابي اكتر من اي وقت اخر بكل امانه. هو كمان هو عايز ريال مدريد، فخلاص انا شايف ان هي يعني العلاقه مع باريس سان جيرمان انتهت خلاص. هو كمان رفض العرض اللي هو الهلال السعودي، فخلاص يعني الموضوع انتهى. يعني احنا بنتكلم ان في رفض بشكل رسمي من الجانب السعودي، ان احنا كنا الصبح بنتكلم في الخبر ده انا وكريم، لا هو رفض، قلنا بنسبه كبيره لكن لسه مش لا هو رفض، هو رفض خلاص. اوكي، هو يعني الاوبشن اللي موجود حاليا هو عرض ريال مدريد. عرض ريال طبعا في عروض ثانيه، بس هو مش ريال مدريد طبعا. هو عايز يروح ريال مدريد والموضوع منتهي لريال مدريد، فهي شكلها رايحه لريال مدريد والموضوع خلاص. ساديو ماني بقى قادما من بايرن ميونخ للنصر السعودي. طبعا النهارده هيعمل الكشف الطبي. لا كشف الطبي طبعا. شوف السعوديه عامله حاله بكل امانه، يمكن حتى جارديولا قال لك شكر في التجارب دي بشكل كبير، وحتى قال انا سعيد مزيد كمان، قال بالظبط مزيد من الراحلين الى الدوري بالظبط. هو الكرس المسؤولين عن الكره السعوديه عملوا السهل ان هم جابوا الكبير رونالدو السنه اللي فاتت، فخلاص اي حد يروح مش زي رونالدو، يعني مع احترامي طبعا للجميع حتى ان كانوا اصغر سنا وهيفيدوا اكتر من رونالدو، بس هو وجود رونالدو في الدوري السعودي من السنه اللي فاتت او من نص هو خلاص كله رايح بقى. مع فيرمينيو راح، مش عارف مندي بقى، بس رفض ميسي ما اثرش على برضو الفكر ده؟ ميسي كان عايزه، كان هيروح يا زوجته، بس هي اللي اثرت. ما انتوا عارفين يعني القصه الجماعه دول متفوقين يعني، فهو في النهايه تحس ان هو مصري بقى، مش ورا الجماعه يعني، فالجماعه ودوا امريكا. لكن في النهايه ما فيش مشاكل، ما اثرتش، هو كانت هتفيد جدا. هو بالمناسبه لو كان ميسي راح الهلال كان بقى بطولة العربية دي كانت بقى دوري ابطال اوروبا يعني، لو كان راح بقى لكن وجود رونالدو قوى حته ان الناس بقى تيجي. النهارده بقى الدوري السعودي من ضمن اقوى 10 دوريات في العالم استقطابا للعيبه. الدوري السعودي داخل ان هو فعلا انا متوقع له في خلال 5 سنين على الاقل هيكون الدوري رقم 3 أو 4، مش هقول 5 كمان، لان هو بالشكل ده هيكون افضل من الدوري، سواء طبعا الدوري الانجليزي ده في حته ده بقى اقوى من دوري الابطال يعني. لا هو ده يعني هيبقى اقوى لا الدوري الانجليزي طبعا اقوى دوري، عندك الايطالي والاسباني، الايطالي والاسباني، لكن شويه الفرنسي والالماني ما فيهمش الاثاره قوي يعني، بتبقى بعض الماتشات كده، فهو ممكن يخش كده يخش في الحته دي، وخصوصا ان هو وزع اللعيبه يعني. حتى صندوق الاستثمار السعودي كان قال لك حدد 4 بس، الهلال والنصر واتحاد جده واهلي جده. كمان الاتفاق السعودي داخل بقوه يعني، الاتفاق السعودي شغال مع نفسه زي الفل. جاب ستيفن جيرارد مدير فني، جاب فيرمينيو، جاب اعتقد اندرسون، جاب مين يا ربي كمان مش متذكر، بس هو جاب مجموعه لعيبه كده يعني. الاسماء اللي انت قلتها اصلا يعني هو جاب يعني هو داخل برضو يعني ايه، مش من الاربعه الكبار لكنه موجود. كل ده بيدي زخم، احنا كلنا مستنيين الدوري السعودي السنه الجايه عشان نقعد نتفرج عليه، وطبعا مع ساديو ماني كمان، فكل ده هيفيد اكتر. هو جه على السيره اهو لا كل ده هيفيد. وبعدين اللعيبه بتبص تلاقي البوسطه كانت بتروح مثلا ايه الدوري الاسباني، الايطالي، كله بيروح، لكن هو بيروح كله على الدوري السعودي يعني. جاب رونالدو وجاب له ماني، كريم بنزيما افضل لاعب في العالم، واللاعب بتاع اللي هو زميله الفرنساوي اللي هو بنزيما كانتي مع كانتي. فحاجه غريبه بصراحه يعني، انت بتشوف مثلا نادي زي تشيلسي
نادي كبير، نادي بيجي 15 لاعب، والنهارده الدوري السعودي بيجيب كل اللعيبه دي، فحاجه غريبه يعني تحس ان هو فعلا في تحول، في تحول، في تحول في السنين اللي جايه هتبقى اوروبا، التحول هيبقى للناحيه الشرق الاوسط بكل امانه. يعني حتى برضو التجربه تختلف عن كان الصين قبل كده كانت عملت بقى وبدات تجيب لعيبه وما نجحتش ولا حاجه جنب عشان كده انا كنت لسه عايزه اقول لك يعني التجربه دي ما نقدرش نحكم عليها برضو من دلوقتي، لازم مع مرور الوقت هتحكم اذا كانت تجربه ناجحه بس ولا هي مؤشرات النجاح عندها موجوده. يعني هي مؤشرات النجاح موجوده. ليه الصين ما نجحتش؟ او مثلا الدوري القطري كان عنده التجربه، الدوري القطري كان بيجيب اللعيبه بعد ما تقريبا او شكت على الاعتزال، بيجيب اسمه خلاص يجي يعتزل فيه اسمه خلاص. اسم كبير. يعني انا حتى كان ليا لقاء في مره مع رونالد ديبور، كان كابتن منتخب هولندا وكان لاعب برشلونه واياكس قبل كده وكان بيلعب في الشمال القطري، فبساله سؤال بقول له انت ما بتعتزلش ليه؟ انت بقى عندك 38 سنه. قال لي كل سنه اقرر الاعتزال يتعرض عليا مبلغ مالي ابقى غبي. اقول له لا بالظبط كده. ففعلا حتى باي صح خلاص لحد بابا الراجل وصل 40 فاعتزل خلاص الموضوع انتهى. دي تجربه، دي حاجه. لكن اللي في الدوري السعودي لو نقارن بالنيل لا ما بيجيبش لعيبه كبار، هو كان رونالدو كبير بس رونالدو ده حاله خاصه. الباقي لا. الصين يعني للاسف كان غلب على التجربه الصينيه غسيل الاموال، كان فيها قصص كده مشبوهه لما لناش دعوه. يعني كان فيها قصص مشبوهه. ورطنا يا استاذ محسن، اقترح عليك احنا نقفل الحلقه على كده. انا رايي اسمعي مني عشان الكلام هيبتدي يدخل بينا في حته خطر. كانتي معانا اهو، نختم مع كانتي ونختم مع استاذ محسن. استاذ محسن الوقت جري بس استمتعنا واستفدنا كالعاده. اشكرك جدا على شكرا جزيلا. ونشوفك على خير يا رب باذن الله. واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه، ونشوفكم بكره ان شاء الله. Thank you.